مشاهدينا مشاهدي الكرام في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا الجديد مع ما وراء الاحداث وحلقه الاثنين 8 فبراير 2016. الحقيقه النهارده انا هبدا بالشرق الاوسط وبمصر، عفوا مش بالشرق الاوسط ولكن هنبدا بمصر، ولان عندنا احداث كثيره جدا جدا. اخر هذه الامور اللي حاصله انه النهارده كان في مؤتمر صحفي لوزير الداخليه علشان يرد على كتير من الامور اللي كان ليها علاقه بالداخليه الفتره اللي فاتت. من ابرز هذه الامور ان الشاب الايطالي اللي كان اختفى وتم الابلاغ عن اختفائه يوم 27، وبعدين لقوا الجثمان بتاعه من حوالي 4 5 ايام، وكان وقتها وزيرة الاقتصاد موجودة في ايطاليا، موجودة في مصر المفروض مع مجموعة من المستثمرين، خدت بعضها ومشيت. المهم في النهاية طبعا الجثمان سافر لايطاليا، الطب الشرعي هناك شاف الجثمان وابرم او يعني اصدر التقرير عن سبب قتل الشاب الايطالي، اللي اتضح انه هو قالوا كده انه هذا الشاب قتل بسبب تعذيب لا انساني. طيب وكان في ايحاءات ايماءات بانه في توجيه اللوم على الداخليه، وبعض الناس بقى قال لك اصله هو كان اخر حاجه كان بيعملها كانت مقالات ضد الرئيس وضد النظام وضد الحكومه المصريه، فبدا الدنيا كده تروح ناحيه الداخليه شويه. ده موقف من المواقف اللي تحدث عنه وزير الداخليه النهارده. كان عندنا كمان القصه بتاعت الاطباء امناء الشرطه مع الاطباء مستشفى المطريه، ايضا ده كان موضوع طبعا اثار حفيظه الكثيرين، ونقابه الاطباء كانت واخده موقف، وخلاص تم افتتاح المستشفى على فكره. المهم ان دي برضو ازمه من الازمات اللي بتواجه الداخليه. فالحقيقه كان المؤتمر تحدث فيه وزير الداخليه اللواء مجدي عبد الغفار عن امور كثيره جدا من ضمنها الموضوعات دي، وكمان تحدث عن المؤامرات اللي كانت بتحاك ضد مصر، وازاي قبل استعدادات الداخليه والامنيه اللي قبل 25 يناير، وايه اللي تم استهدافه او احباطه من مؤامرات من قبل الشرطه، واتكلم على المجهودات ايضا الخاصه لغايه دلوقتي اللي كان فيه ايضا القضاء على خليه منسوبه لاعلى اجناد مصر. الكلام ده كان لسه بالامس، وده كان من الموضوعات المهمه جدا. عندنا ازمات كتير على فكره على مستوى الساحه المصريه، لسه في ازمه بيقال دلوقتي انه السري سيام كمان استقال من البرلمان، عندنا موضوع برضو في البرلمان، عندنا ازمه المرضى اللي كانوا في رمد طنطا والمفروض انهم سيدات اغلبهم، وكانوا رايحين عندهم رشح، حاجه اسمها رشح على الشبكيه، فالمفروض بيتحقنوا بحقنه، الحقنه دي ماده معروف ان هي ماده بتستخدم للعلاج الكيماوي، مش مكتوب في البامفلت بتاعها ان هي بتستخدم في الحقن للحالات اللي زي دي في العين، ولكن بتستخدم على مستوى العالم كله حتى امريكا. انا سالت طبيب رمد هنا، المهم ان هو بعد ما مجموعه من السيدات يقدروا، في ناس تقول 7 في ناس تقول 10، تم حقنهم بالماده دي، في منهم اللي مش اول مره يتحقن بالحقنه دي، وايه اللي حصل ان هم اصابهم نوع من انواع عدم الرؤيه، واللي برضو عرفته من الاطباء الرمد الموجودين هنا انه الموضوع ده ممكن يكون مؤقت ممكن يعني. المهم المشكلة بقى طبعا عملت أزمة كبيرة، وعملت والنهاردة وزير الصحة كان في مؤتمر وفي قرارات، كانت حال الشركة اللي هي وردت المادة دي أو الحقن دي لرمد طنطا، وقف الأطباء الرمد اللي هم كانوا حقنوا الحالات دي، وكمان كان وقف مدير المستشفى. الغريب والجميل يعني والعجيب كده في الامر واللي هو تضحك له يعني القصه بتاعت انه مدير مستشفى رمد طنطا طبيب انف واذن. المهم تم ايقاف الاطباء، والدنيا برضو فيها صراع وفيها كلام كتير و ناس معترضة. المهم ان التقرير بقى اللي اتعمل، ودلوقتي طبعا الموضوع اتحول جنائي امام النائب العام، وفيها تبقى تحقيقات والكلام ده كله. القصة بقى العلمية انه اللي حصل دلوقتي من التقرير المبدئي الاول للي حصل للسيدات دول ان ده ميكروب، وده اللي اتقال لي على فكرة انه الحقنة دي بتتعطى، لو حصل اي مشاكل من الحقنة دي في اعطائها، اما طريقة اعطاء الحقنة يعني الدكتور اللي بيديها مش متمكن فخبط في عصب في نيرف في وريد يعني، المهم دي حاجة، او انه يكون في التعقيم، وده تقريبا كده الموضوع كان ليه علاقة بالتعقيم بالنسبة للمادة دي، وبناء عليه حصل ميكروب، والميكروب ده أصاب السيدات دي بالعمى، بيحاولوا أو بعدم الرؤية خلينا نقول يعني، إن شاء الله ربنا يعني يشفيهم يا رب، الموضوع ممكن ما يكونش بهذا الشكل.
طبعا الرئيس السيسي بقى وسجادة الرئيس، ده من الأمور اللي كانت الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي ما صدقت. الرئيس راح عشان يفتتح 34 مشروع باستثمار قدره 16 مليار جنيه. نقف عند المشروعات دي؟ لا، نقف عند السجادة الحمراء وسجادة الرئيس، ونشوف بقى السجادة دي، والسجادة دي سجادة ولا دهان، ونشوف بقى أمور كتيرة جدا، وتلاقي تخبط، وتلاقي برضو إن الإعلام محسوب برضو بعض، يعني من التلفزيون المصري كمان دي على فكرة كوت ديفوار. كوت ديفوار لما كانوا بيفتتحوا برضو حاجة كوبري، كوت ديفوار معروفة من المدن الفقيرة، كان حضراتكم ده المنظر، يعني السجاد الأحمر ده كتشريفة أو كبروتوكول بيستخدم في كل حتة. لكن اللي حصل بقى، احنا لو عندنا صور أو لو عندنا مقاطع، طبعا عمرو أديب رد على الموضوع ده، ودخل واحد مسؤول من دي الصورة اللي كان عليها بقى الكلام الكبير في مصر، ودي سجادة الرئيس، سجادة الرئيس السيسي، وان دي سجادة ولا ده دهان. في النهاية شخص يعني في مسؤول رد على، دخل عمل مداخلة مع عمرو أديب وقال يا جماعة دي لو شفتوا افتتاح قناة السويس هتلاقوا نفس السجادة بنفس الطول ده، لو شفتوا كذا حاجات من الحاجات اللي اتعملت وفعاليات من الفعاليات الهامة في مصر بالنسبة متواجد فيها الرئيس هتلاقوا السجادة دي، ده نوع من أنواع القماش، قال لك الخفيف اللي ما هوش مكلف ولا أي حاجة، واللي بيفرد معاهم وبيفردوه وبتتشال السجادة دي، لو سميناها سجادة يعني بتتشال وبتستخدم كذا مرة، ويعني ما هوش بقى الموضوع زي ما تم إثارته، دي مش عارف دي ما جاية منين وتكلفتها كام ولو حسبناها كام مليون. وطبعا اللي أثار الموضوع ده كله بالنسبة للسجادة إن الرئيس كان بيقول إنه خلاص ما عادش فيه دعم للمية تاني، وكان بيتحدث أيضا مع وزير الإسكان بالنسبة للشقق اللي هي منخفضة التكاليف والشقق اللي هي للشباب في إطار المشاريع دي كلها، وإن هو كان بيقول لأ السعر ده رخيص لازم يرتفع شوية، وإن إحنا كده لازم يبقى فيه برضه نوع من أنواع التقشف في الكلام ده كله. هنا بقى ده اثار الدنيا طبعا، والناس زعلت واتضايقت، ويعني لو انت بتتكلم عن تقشف، طب السجاده دي، طب السجاده بكام؟ وطبعا الاخوان هاصوا في الهيصه. دي موضوعات كلها موضوعات ساخنه مثاره. عندنا كمان موضوع بيع الهرم، هل تتخيلوا حضراتكم ان الحجاره بتاعت الهرم وده تم الكشف النقاب عنه الحقيقه، وتحياتنا لدوت مصر انهم كشفوا النقاب عن هذا الامر، انه مجموعه كده من اللي موجودين حوالين الهرم من الشباب اللي هناك اللي المفروض ان هو بيسموهم مرشدين المنطقة يعني، بس ما هماش خريجين ارشاد سياحة ولا حاجة. المهم ان هم بيجي بقى ايه، بدأت حكاية انه قال سايح عايز قطعة من الهرم كذكرى، فيروح ايه بقى قدامه ويروح كسر له حتة من الهرم عشان ياخدها ذكرى، ممكن تتباع بآلاف الجنيهات. طب ايه اللي بيحصل ده؟ ونلاقي يعني رئيس هيئة الآثار يقول لك انه الصحافة لو كانت عايزة تحل المشكلة ما كانتش أثرتها بالشكل ده. يا سلام، ده لو كانوا بعتوا لك مليون مرسال ولو كان حد كلمك ولا كنت هتسأل فيهم، لولا انه حصل ده، لولا ان تم القبض على الثلاثة اللي هم كانوا ظهروا في الفيديو. دي برضو من الموضوعات المثارة. عندنا موضوعات كتيرة، ودي بالنسبة لمصر. عندنا كمان بالنسبة للشرق الأوسط بعض الأمور الهامة، والحقيقة شرق أوسط وخاصة أيضا بمصر لأن وزير الخارجية موجود هناك، انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي بمشاركة مصرية، وأوباما كان في زي كونفرنس اللي هو كان جاي معاهم تحدث الكلمة بتاعته عن طريق الكونفرنس ميتنج من بالإنترنت يعني، وتحدث أوباما في هذه القمة ودعا الحكومات للاهتمام بقضايا التعليم وحقوق الإنسان. في برضه الجيش المدني اليمني بيعلن انه تقدم في احدى المدن، وان هي مدينه ميديا الساحليه، وان هي بقت تحت سيطرته بشكل كامل. ما زال الموضوع بالنسبه لسوريا، وما زال بقى العرض كان المره اللي فاتت لو تفتكروا عرض من السعوديه للتدخل البري، انضمت اليهم الامارات، ولكن الامارات بتشترط انه لو دخل حصل دخول بري يكون تحت اشراف امريكي وتحت اشراف التحالف. فدلوقتي برضو قصة الإشراف، قصة التدخل البري، الرد الرسمي من سوريا من الحكومة السورية إن أي حد هيجي ويعتدي أو يكون في تدخل بري ده بمثابة اعتداء، وهيروحوا في صناديق خشبية اللي هو يعني بمثابة تحذير محدش يجي، لأنه برضو الكلام اللي بيتكلموا بيه عن سوريا، روسيا داخلة وتدخلت بشكل رسمي بطلب رسمي من الحكومة السورية لتدخل روسيا لمحاربة داعش والإرهابيين. واحنا شفنا قد ايه ضربات قويه جدا، قد ايه ان الجيش السوري دلوقتي بيتقدم وقدر ان هو يسترد مدن كثيره كانت تحت سيطره المعارضه المسلحه والارهابيين، اللي حتى لو مش عايزين نقول انهم داعش ولكنهم مسلحين وبيقتلوا الجيش النظام السوري.
وبالتالي ده كان نجاحات بنشوفها وما زالت مستمرة النجاحات أيضا. وأيضا هناك برضو خبر بيقول إن إيران بتؤكد مشاركتها في محادثات ميونخ بشأن سوريا، ودي اللي هتعقد إن شاء الله في 11 فبراير القادم. غرق المهاجرين بشكل يومي، النهاردة كان غرق 27 مهاجر قبالة السواحل التركية، برضو كانوا مهاجرين من الحالة الصعبة دي، ونجحت القوات إن هي أو نجحت السواحل إن هم ينقذوا 3 بس من يعني من العدد ده كله يعني. فالحقيقة يعني مأساة متكررة بشكل يومي. وهذه الأزمة، أزمة اللاجئين، تصاعدت. كان في أحاديث، كان في لقاء ما بين أيضا فرانسوا أولاند وأنجيلا ميركل، ودخل وتحدث أيضا عن أزمة اللاجئين. الأزمة الكثيرين بيروها طبعا أزمة إنسانية، البعض شايف انه مش عارفين ايه اللي ممكن يكون الحل في هذه الازمه. على الجانب الاخر، في الحركه اللي اسمها بغيده اللي هي ضد انجيلا ميركل في المانيا، نظمت مسيرات مش بس بقى في المانيا، في عده مدن اوروبيه بالامس، احتجاجا على وصول مئات الالاف من المهاجرين من الشرق الاوسط وافريقيا. يعني زي ما بقول لحضراتكم، معترضين وايضا على مستوى الامم المتحده، على مستوى المنظمات حقوق الانسان، الاغاثه، كل ده طبعا شايف قد ايه معاناه هؤلاء اللاجئين. في كمان ليبيا، مقتل 3 أشخاص بقصف طائرة مجهولة لمدينة درنا، والبرلمان الليبي بيطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في وقعة الغارات الجوية على درنا. ما زال الوضع في ليبيا، وكان بيقال انه يعني احنا اقتربنا من ان يبقى في حكومة كده، ولكن الى الان الامر لم يصل الى او لم يرتقي الى حد التنفيذ، عشان فعلا يعني المفروض انه لما يكون في حكومة احتمال ده يساهم بالنسبة للترتيبات وبالنسبة لمحاربة داعش والجماعات الارهابية او الميليشيات الموجودة في ليبيا. في كمان السعودية اعترضت صاروخ باليستي أطلق من اليمن، والملك سلمان بيقول سندافع عن المسلمين وندعو الآخرين إلى عدم التدخل في شؤوننا. وعلى الجانب الآخر، كان في إطلاق أيضا صاروخ باليستي بعيد المدى من كوريا الشمالية، وحصلت اعتراضات واسعة المدى، وكان حضراتكم مجلس الأمن الدولي أدان، ولندن بتبحث تأييد إعادة تفاوضها بشأن عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي. ده بالنسبة لكوريا الشمالية. ده كده عندنا بعض الأخبار كانت المهمة على الجانب الشرق الأوسط. وزي ما قلت لحضراتكم إن إحنا بالنسبة لمصر كان عندنا القصص اللي أنا قلتها، الأزمات دي كلها اللي هنحاول إن إحنا نتحدث عنها. على مستوى المحاكمات، تم تأجيل محاكمة بديع بأحداث العدوى ل 15 مارس وإخلاء سبيل 269 متهم. برضو بالنسبة لوزير الداخلية السابق العدلي وإعوانه في القضية اللي هي بالنسبة استغلال المال العام، كان تم قرار بأنه منع التصرف في أموالهم، لا العدلي ولا اللي معاه المتهمين. بالنسبة للبرلمان، نواب يرفضون مادة تشكيل الائتلاف والتكتلات، بيقولوا إن هي متفصلة لائتلاف معين، والاعتراض ليس على العدد بل على شروط الاختيار بالنسبة للموضوع ده كله. وده برضو زي ما قلت لحضراتكم من الأزمات اللي في البرلمان اللي هنحاول نشوف موضوعها. أيضا عندنا حوادث الطرق بشكل مستمر وبشكل يومي، كل يوم بتحصد أرواح. آخر حادث اللي كان النهاردة كان، ويمكن ما يكونش يعني ده اللي أنا شفته يعني الصبح بتوقيت مصر، هنلاقي إن حضراتكم مصر 4 وإصابة 30 في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي ببني سويف. في كمان عندنا بعض الأمور القبطية الهامة هنتناقش النهاردة في البيان اللي صدر بخصوص كاهن كنيسة ماري مرقص بواشنطن، وده هيكون في الجزء الثاني من حلقتنا. يكون معانا الأستاذ مجدي خليل للرد على الأمور اللي تم بعد جلسة قداسة البابا مع أبونا. أبونا هيتم نقله لكنيسة أخرى وهيستمر في خدمته، والمفروض إنه أبونا تدرس يعقوب مالطي هيكون منتدب للكنيسة على علشان يهدئ الأجواء. وكمان الكنيسة البيان بيعلن وبيؤكد تبعية هذه الكنيسة، كنيسة ماري مرقص واشنطن دي سي، لقداسة البابا توادروس. المواضيع كلها هنحاول النهاردة نتحدث عنها مع حضراتكم أيضا في النصف الثاني. وبالنسبة للشأن القبطي أيضا،
لقاء مسيحي المش مسيحي المشرق في بيانه الختامي خلال اجتماعهم السنوي. كانوا البيان قالوا فيه يجب إدانة العنف والتصدي الصريح للإرهاب وبناء ثقافة السلام. على المستوى أيضا احنا كان في مقابلة ما بين الوفد من الكنيسة الأرثوذكسية، وكان نيافة الأنبا سرابيون هناك موجود من وفد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وأبونا جون بول، وأيضا بعض الأساقفة والكهنة من مصر، وكان مقابلهم وفد من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية الروسية. ده كان في لقاء. في نشاطات متعددة لنيافة الأنبا موسى هذه الأيام. يعني الحقيقة على المستوى القبطي عندنا كمان الإعمار بالنسبة للكنائس اللي كان تصدعت او جالها اعتداءات بعد فضع تسامي رابعة والنهضة، عندنا الجيش بيهدم كنيسة ماري جرجس بالعريش لاستعادة لإعادة إعمارها. دي كلها يمكن اللي زي ما بنقول لحضراتكم الأمور اللي معانا النهاردة. خلونا نبدأ بالأزمات، أزمات اللي موجودة في مصر، ويسعدنا إن احنا يكون معانا الأستاذ محمد سامي. أستاذ محمد سامي مدير تحرير موقع أونا الإخباري، برحب بحضرتك أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم، ازيك دكتورة منى؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. عندنا الاخبار او الدنيا مشتعله شويه، عندنا كثير من الازمات المطروحه في مصر هذه الايام. خلينا نبدا باخر ازمه، او حضرتك يعني ابدا من حيث ترى، يعني ايهما انهي ازمه. انا للاسف هبدا معاك يا دكتورة بخبر سلبي، نعم تفضل. وهي هبدا معاك بخبر سلبي يخص الاقتصاد المصري. هو شركة جنرال موتورز وشركة ال جي قرر وقف مصنعهم في مصر، شركة جنرال وإعطاء موتورز، العاملين جنرال موتورز وال جي. ليه بقى؟ وإعطاء العاملين أجازة مدفوعة الأجر، وذلك بسبب أزمة تناقص الدولار في السوق المصري. تناقص ب ب ب بالبعد كده يا فندم، نعم البنك المركزي عامل مجموعة من الإجراءات خاصة بتوفير العملة الأجنبية في مصر. الإجراءات دي بتسمح بتوفير مبالغ معينة في ظل نقص السيولة والإجراءات اللي البنك المركزي عايزها. طيب كل شركة من دول محتاجة 35 مليون دولار سيولة دولارية في السنة عشان تقدر تشتغل. وهي السيولة اللي مش متوفرة في الأسواق النقدية المصرية، مما دفع الشركتين إلى اتخاذ إجراءات بوقف الانتاج عشان ما عندهمش. هم في 35 مصنع بي بي يعني بيعتبر بيمدوا المصنعين دول بقطع الغيار اللي في الاخر بتدينا المنتج اللي احنا بنشوفه في السوق. هم مش قادرين، ما عندهمش دولارات يشتروا القطع الغيار ديت، فمن ثم قرروا ان هم يوقفوا الانتاج بتاعهم ويعطوا العاملين اجازه مفتوحه، ما اعرفش لحد امتى. لكن اللي انا عرفته منذ قليل ان في اتصالات دلوقتي ما بين وزير الصناعه وما بين السيد محافظ البنك المركزي الاستاذ طارق عامر علشان حل الازمه ديت وتوفير العمله الاجنبيه لتلك المصنعيه. ده اخر الاخبار وفقا لمصادرنا الاقتصاديه مأكدت لنا الكلام ده منذ قليل يعني. طيب احنا كان، طب ده خبر مفاجئ برضو، لان كنا متوقعين انه بعد تغيير محافظ البنك المركزي انه مفيش اي كان كلام خالص عن نقص في الدولار نهائي الفترة اللي فاتت، ان الامور كويسة. فيعني اتفضل. يا دكتورة منى، نعم يعني خلينا نتكلم بأسلوب نبسط على الناس موضوع الاقتصاد. نعم محافظ البنك المركزي اتغير، محافظ البنك المركزي خد اجراءات، محافظ البنك المركزي بيحارب السوق السوداء للدولار. بس هو فين الدولار؟ هو نعم فين الدولار؟ انا عندي السياحه متوقفه من شهر، بقى لها 3 شهور مفيش دولار داخل لي من السياحه، ده بمعنى حقيقي. نعم ما يقرب من مليار دولار خسائر قطاع السياحه لحد دلوقتي. ادي دولارات كانت بتدخل لي، كانت بتعمل لي سيوله في سوق الدولار في مصر. ما بصدرش حاجه بره عشان يجي لي عليها دولارات، ولما بصدر حاجه بدولارات بجيب باضعافها من الدوله اللي انا باخد منها سلعه بديله. نعم يبقى فين الدولارات؟ ما النهارده انا اعظم محافظ بنك مركزي في العالم وخد اعظم اجراءات في العالم، لكن التطبيق الفعلي ان اصلا ما فيش دولار. انا الدولار سوق حره بيع واشتري، انا ما عنديش حاجه بقى، فمن ثم ما عنديش دولارات ولا عندي سياحه. قناة السويس إيرادها منخفض في آخر 9 شهور بسبب الركود العالمي في التجارة، فأنا ما عنديش دولارات. يجيبوا بقى بنك محافظ بنك مركزي، يجيبوا أعظم محافظ بنك مركزي في العالم طب. يمسك، إحنا ما فيش دولارات في السوق، وده عمل أزمة، والأزمة هتتفاقم ومحتاج تدخل.
وصول ال 3 مليار دولار بتوع القرض بتوع صندوق النقد، هيقدروا يعملوا سيوله في الدولارات في مصر، في البنك، في الاحتياط النقد الاجنبي، وهيعملوا سيوله في السوق. لكن ده مش حل، مش نعم حل دائم يا دكتوره. لازم السياحه ترجع، لازم روسيا باقصى تقدير وفقا يعني لجميع المحللين، لازم السياحه ترجع يعني بحد اقصى واحد مارس اللي جاي، وتحديدا طبعا بعد ما موسم الشتاء ضعف السياحه، وفي للأسف هو عدد ده كبير كان من الفنادق أكتر تراحت المواسم. للعماله. نعم نعم طيب أستاذ محمد، حضرتك نعم فندم. ذكرت ما أنا بقول لحضرتك، بالفعل هو ده الموسم يعني اللي ضاع، الوقت اللي ضاع ده كان هو أعلى موسم للسياحة اللي كان في فترة ده كان نهاية السنة الثلاث شهور دول بالظبط. بيضروا نص الدخل القومي طيب بتاع السياحة في مصر. حضرتك قلت ان هم هي المفروض ان الشركة قالت هتدي العاملين مرتباتهم يعني، فده ممكن مش برضو بالفعل، ده هي ادتهم اجازه مدفوعه، بس طبعا ما اعتقدش ان الشركات زي دي تستحق هتستمر. الاعباء دي فتره. ممكن تدي المرتبات بشهر، انما شهرين هيبداوا يعيدوا حساباتهم من شان التواجد اصلا في السوق المصري. يعني انت شايف ان يعني انا كنت هقول ان ده ممكن يكون بشكل ايجابي كده، ما دام دي اجازة مدفوعة الاجر يبقى ممكن يكون في امل ان الدنيا تتظبط ما هم وترجع الدنيا تاني. اكيد يا دكتوره تواصلوا مع دوائر حكوميه وعدتهم ان خلال اسبوع او يومين او ثلاثه لتحل تلك الازمه، تمام فعلشان كده شركات ادت اجازه مدفوعه الاجر. لكن هل الوعود للحكومه، هل الوعود حقيقيه قابله للتطبيق؟ ده السؤال بقى اللي المفروض 48 ساعه اللي جايين هيجاوبونا عليه. طيب ان شاء الله. للاسف يعني ده خبر زي ما حضرتك قلت كده خبر سلبي، واحنا عندنا برضو خبر مشاكل سلبي للاسف. وازمات كتيره يعني للاسف. طيب لو شفنا الازمه اللي موجوده في بالنسبه للبرلمان، واخر خبر كان انه لا استقاله هو سر البرلمان، سيام. نعم البرلمان النهارده دكتوره شهد مجموعه من الازمات كده، بدات الصبح بشويه ازمات دمها خفيف وانتهت الساعه 5 بازمه دمها تقيل شويه. نعم هو النهارده في 4 نواب راحوا مجلس النواب، ومنهم الاستاذ جبال المراغ رئيس اتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب عن قائمه وحب مصر، والاستاذ محمد وهب الله عضو مجلس النواب برضه عن القائمه، والاستاذ سلاف نائبه مجلس النواب عن دايره الوف في الالوفيشن. النائبات النواب اللي راحوا المجلس النهارده راحوا قبل المستشار احمد سعد اللي هو الامين العام للمجلس، قالوا له ان احنا قايلين نعم لا للخدمه المدنيه، نعم طالعين في المضابط ان احنا قلنا نعم، في ظل ان هم كانت مواقفهم السابقه لقانون الخدمه المدنيه ان هم كانوا بيهاجموه على طول الخط. فهم لما يكونوا بيهاجموا القانون من شهر 3 منذ اقراره لحد البرلمان ويجي نلاقي تصويتهم على القانون بنعم، فده كشف حاله من التناقض المضحك طب دي جت تحت ازاي العقده. يعني؟ مش كان المفروض نعم انه، فندم. مش ده كان المفروض ان ده تصويت الكتروني؟ التصويت الالكتروني، ما التصويت الالكتروني من اهم ميزاته ان نعرف مين اللي قال نعم، مين اللي قال لا، مين اللي امتنع عن التصويت. يعني دي ميزه، يعني طيب ما اهم هو ميزه في مصر من بعد الثوره. يبقى ازاي ان هم كانوا قايلين ما هم يا فندم لو ما كانوش يعتقدوا، لم يكن خيالهم يرسم لهم ان هم هيجوا المضابط هتتعرف وهتطلع المضابط والصحافه هتحصل على نسبه من على نسخه من المضابط وهنبدا ننشرها، وبقى عندنا صحفيين برلمانيين شطار بيبداوا يدوروا مين اكتر واحد كان بيهاجم القانون، هو فلان الفلاني، طب تعالوا نشوف هو عمل ايه، ده عمل نعم دفعهم للبحث عن مجموعه من النواب كانوا بيهاجموا القانون منذ اقراره في 8/3/2015، فلهم نعم، فده عمل لهم صوره سيئه، فهم راحوا النهارده يتظاهروا احنا قايلين لو في خطا في التصويت الالكتروني، لكن اكاد اجزم ليك ان هم قالوا نعم على القانون وفقا لتوجهات تحالف حب دعم مصر او تحالف دعم الدوله، اللي هو كان واخد التوجه ان القانون وافق عليه واي تعديلات نعدلها خلال اسبوعين بعد تعهد الحكومه. تمام ده كان في بدايه اليوم. ختام اليوم تفاجئنا ان المستشار سر صيام وهو النائب المعين ورئيس مجلس القضاء الاعلى وهو قيمه قضائيه كبيره في مصر، يعني اتقدم باستقالته من مجلس النواب، نعم استقاله غير مسببه ارسلها الى المستشار احمد سعد الامين العام للمجلس. نعم ده الخبر في الموضوع يا فندم، لكن تحليله من وجهه نظري، نعم حابه تسمعيه يا دكتوره ولا طبعا. خلينا نتكلم عنه بشكل خبري؟ لا لا انا عايز اسمع نعم يا التحليل فندم. وعايز اسمع الكواليس. لا عايز اسمع التحليل والكواليس يعني، لان انت لما النهارده نتكلم عن استقالة غير مسببة، لا طبعا مفيش حاجة كده. الكواليس يا دكتوره بتتلخص في 3 نقط. اتفضل. هو ان المستشار سيد الصيام كان لديه رغبه داخليه ان يتولى رئيس مجلس النواب. نعم لا معايا يا فندم؟ معاك، كمل حضرتك.
لكن التربطات اللي تمت وبعض الاصوات داخل تحالف دعم مصر اللي قال لا ما ينفعش يكون عضو رئيس مجلس النواب المنتخب من الشعب كله هو عضو معين. نعم. فالبعض رفض استحسان الفكره وقرروا ترشيح الدكتور علي عبد العال، ودي كانت اول قشه في ظهر علاقه المستشار سر الصيام بالمجلس. نعم. تاني نقطه، المستشار سر الصيام غضب غضبا شديدا نعم بسبب تجاهله في لجنه اعداد اللائحه المكونه من 25 عضو، وقال لبعض المقربين منه يعني مرتضى منصور في اللجنه وانا مش في اللجنه، هو قيمه قضائيه كبيره وقانونيه. نعم. الحاجه الثالثه، تم تجاهل المستشار سر الصيام وهو من اكبر الاعضاء سنا واكثرهم علما في المجلس، تجاهله من اللجنه البرلمانيه اللي استقبلت 3 وفود دوليه وهي وفد الدوما الروسي نعم ثم الرئيس الصيني ثم امبارح وفد البرلمان الاوروبي، لم يدع في اي من اللقاءات واعتبر ان هذا اضطهاد من الامانه العامه. تمام. النقطه الثالثه وهي من الكواليس اللي كانت عامله غضاضه عند المستشار سيدو سيوم منذ بدء الجلسه، ان المستشار سيدو سيوم كان عايز يدخل بعربيته لحد البهو الفرعوني في قاعه مجلس النواب. لكن المستشار احمد سعد قال له يا فندم في قرار ان ممنوع دخول اي عربيه من عربيات النواب وكله يركن في الجراج والنواب كلهم ينزلوا على رجلهم لحد البهو الفرعوني. نعم. وده يعني ايه، هو بيتعامل ما زال المستشار سيد صيام كانه رئيس مجلس القضاء الاعلى اللي درجته تفوق درجه رئيس وزراء اللي هو ممثل السلطه القضائيه، وهي السلطه الـ يعني السلطه عندنا 3 سلطات في مصر، السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه على راس رئيس الجمهوريه، وقال لك انا كنت في يوم من الايام على راس سلطه من اهم السلطات في مصر، واعتبر ان ده تعنت ضده. جه نعم. موضوع تجاهله في لجنه الاعداد اللائحه ثم لجنه ثم استقبال الوفود الاجنبيه، ده اغضبه غضب شديد، قدم الاستقاله النهارده وقفل تليفونه وقال لك ان هذا الامر اصبح من الماضي، ده اللي قاله. تمام. طيب، لكن اما نيجي نتكلم كان بقى في هل الصحافه كلام بتسيب تاني ولا لا؟ عن ازمه تاني في البرلمان برضو احب اني اسال لا يا حضرتك. فندم لسه المستشار سيد سام لسه هناك كواليس اخرى. اتفضل. هل استقالته هتتقبل يا فندم؟ لا مش هتتقبل استقالته. وبعدين؟ الأمانة العامة هتعرض على المكتب التنفيذي للمجلس استقالة المستشار سيد الشعب، اللي بدورها هتعرضها على الجلسة العامة للمجلس. اللي هيصوت عليها بالرفض بس لما حدث مع النائب كمال أحمد ورفضه الاستقالة. وأنا أعتقد إن في ترضيات هتحصل للمستشار سيد الشعب، أهمها هيكون تولي رئاسة اللجنة التشريعية في المجلس اللي بينافسوا عليها المستشار بهاء أبو شقة، هو أعتبر إن المستشار بهاء أبو شقة بينافسوا في رئاسة اللجنة دي بما إنهم الاثنين يعني قامات قانونية كبيرة. بعض الدوائر القريبه من مستشار سر الصيام قالت له ان رئيس الجمهوريه ممكن يزعل، هو اللي معينك، ما ينفعش حد يبقى معين رئيس الجمهوريه ويعتزل الا ويستقيل بعد شهر من تعيينه الا يعني لظروف قهريه. تمام. فانا اعتقد ان الامر سيتدارك وسيحصل نوع من الترضيه للمستشار سر الصيام. يا موسى، هل طب كان بيتقال انه موضوع نواب يرفضون ماده تشكيل الائتلاف والتكتلات وان هي متفصله لائتلاف معين والاعتراض مش على العدد ولكن شروط الاختيار. هو يا فندم اللائحه ده خاص بحضرتك، قصدك اللائحه بتاع مجلس النواب صح؟ هي اللائحه امبارح تم الانتهاء من اعدادها، هي حوالي 480 ماده. كل تعديل المواد تم بناء بما يتوافق مع دستور 2014. تم تعديل ماده، نقول بس الكلام اللي الناس بيحبوا يسمعوه، برفع راتب النائب من 5000 الى 15000 جنيه و150 جنيه بدل جلسات بحد ادنى جلستين، يعني ممكن النائب كده اتحصله في الشهر على الحد الاقصى اللي هو حوالي 43000 جنيه. اي نائب برلماني هم رفعوا البدلات بتاعتهم كده طبعا بمقدار 100% من 20000 الى 43000 جنيه. طب ده وليه اللائحه. حضرتك معتبر ان الناس حابه تسمع الخبر ده؟ يعني ده خبر شويه. المصريين، انا بقى يعني طبيعه المصريين بيحبوا يسمعوا الكواليس والتفاصيل الصغيره، النائب بياخد كام؟ بيتحرك ازاي؟ هل فعلا بيدوله عربيه؟ هل فعلا بيدوا مكافأة عند دخول البرلمان؟ الأمور دي المصريين بيحبوا يسمعوها. طب يعني ده مش يعتبر إنما نطلع مبلغ كبير شوية ولا إيه الأخبار؟ والله أنا شايف إن النواب محتاجين ياخدوا فلوس تكون يعني قد تحركاتهم، بيتحركوا كتير، مفترض يعني يتحركوا كتير ونازلين الشارع، مصاريفهم كتير جدا، فأنا أعتقد إن النائب لازم يديله فلوس كتير عشان ما يفسدش. تمام. طيب عشان ما يفسدش، ما يضطرش مثلا ياخد
طلب من رجل اعمال عايز يخلص حته ارض في المكان الفلاني، فياخد منه الطلب ويقول له هناخد 5 مليون و10 مليون عشان خاطر نقضي على الظاهره اللي كانت منتشره قبل 2010. أشك إنها تقضي على الظاهرة هذا الأمر، ولكن خلينا، لأنه يعني نتمنى، لا هو لا نتمنى يا أستاذ محمد. احنا نتمنى كده، طيب بس عايز اقول لحضرتك بعض يعني ايه، نكمل على اللائحه. اللائحه انتهت فيها ماده خاصه بتشكيل الائتلاف، بتقول ان الائتلاف هيتشكل من 150 عضو، وانا اعتقد ان 150 ده عدد كويس جدا عشان البرلمان يعني ما يفتتش الائتلافات. يعني ايه لو قال ما هو 50، قال لو قال لك 50 عضو الاعتراض ليس على العدد، لكن هم معترضين على شروط الاختيار، وانه شروط اختيار ال 150 يعني ما فيش اعتراض على العدد، هم ان شروط الاختيار دي شايفينها انها متفصلة لاعضاء معينين. ما هو يا فندم هو الائتلاف الوحيد اللي قائم على التكوين نفسه دلوقتي هو ائتلاف دعم دعم مصر. مصر، تمام. هو ائتلاف قائم باكثر من 150 عضو، وانا شايف ان دي ظاهره صحيه. لازم يكون عندنا ائتلاف عامل جسم للمجلس كده عشان نعرف مين الحكومه وبيدعمها ومين اللي عارف النص ومين اللي بيعارض الحكومه، فهو ده يعني مهم اختلفت وجهات موضوع النظر الائتلاف. يعني بصراحة يا أستاذ محمد في النقطة دي. طيب خلينا ننقل من البرلمان والحياة انا طبعا بس عايز اقول لك الخارجية. بس معلومه يعني خاصه بحضرتك، لسه وصلالي من دقايق نعم. وخلاص ان الرئيس السيسي سيلقي خطابه في مجلس النواب 15 فبراير القادم، نعم. وده هيكون بعد جلسه اقرار اللائحه اللي هي المفترض لحد اللي جاي. الرئيس هيلقي خطابه في المجلس داخل المجلس ولا صحه، لان الجلسه تعقد في دار الاوبرا او مسرح الجلاء او اي كلام من اللي اتقال. نعم. الرئيس هيقعد، النواب كلهم هيتواجدوا في القاعه، مفيش بقى فكره ان هيبقى 200 نائب جوه القاعه عشان ضيوف، لان النواب في القاعه وجميع الشخصيات الحاضره هيتم توزيعهم على الاماكن. واعتقد ان تم تقليل عدد الشخصيات المدعوه عشان خاطر يعني عدد نواب البرلمان كبير، فهم عشان كده قللوا عدد الشخصيات اللي هتبقى حاضره. اعتقد هتكتفي بالوزير الدفاع وشيخ الازهر وبابا تواضروس وعدد من الشخصيات القضائيه والسياسيه يعني. طيب هايل، ده بنشكر حضرتك على هذا الخبر. إذا تحدد الموعد بالنسبة لخطاب الرئيس أمام البرلمان 15 فبراير، وهيكون في نفس القاعة أو في البرلمان نفسه، ليس خارج البرلمان. في البرلمان من الداخل. تمام تمام كده. لو انتقلنا بقى للنهارده، وزير الداخلية كان له مؤتمر صحفي، يعني أنا شايفة الحقيقة إن ده من الحاجات الكويسة، ولو إنه اتأخر أو إنه انتهز فرصة الهجوم أو يعني كان من أهم الأمور الرد على التقرير الطب الشرعي الأكيد بالنسبة للشاب الإيطالي. هو ممكن نبدل المقاعد يا فندم واسالك، هو ايه ايه لازمه المؤتمر ده دلوقتي؟ ما انا بقول لحضرتك هو احتمال يكون اخذ فرصة انه يعني التقرير الطب الشرعي والايماءات بقى اللي رايحة بتتهم طب الداخلية او تقرير الطب الشرعي نفسه المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لمصلحه الطب الشرعي، انا اتكلمت النهارده وقال لي لا صحه لما تسرب عن مصادر قضائيه خاصه بتقرير وفاه الشاب الايطالي. يعني لا تقرير الطب الشرعي ما طلعش. مش معقول، ازاي بس لا صحة بالرغم من انه ده كان صادر في بعض المجلات العالمية ومنها كمان ما تيجي يا فندم اقرا الخبر، رجع الخبر مش اسوشيتد هتلاقي بريس. قال الدكتور هشام عبد الحميد، هتلاقي قالت مصادر قضائيه بمصلحه الطب الشرعي. هتلاقي لا الخبر قال هشام ثانية عبد واحدة الحميد اللي هو رئيس المصلحه. استاذ محمد، انا احنا بنتحدث هنا عن نعم. تقرير اللي صدر من ايطاليا، ما فيش تقرير من مصر، انا عارفة مصر لسه لم يصدر منها تقرير. لا هو اللي نشر، اللي نشر، لا في تقرير نشر منسوب لمصلحه الطب الشرعي المصريه. لا ده بقى انا كده حضرتك، انا توقفت عند انه التقرير اللي نزل من ايطاليا اللي بيقول ان هذا الشاب تم تعذيبه بشكل لا انساني، وان سبب الوفاه كسر في العنق نتيجه لانه هو اتعذب. تمام، فبالتالي ده التقرير اللي نشرته الصحف الايطاليه، وانه في، لكن مش لا ما نخليك بس معايا في الباقي، وانه الموضوع هنا انه في اشاره الى انه ممكن يكون نتيجه لاهوائه السياسيه او انه كان ضد الرئيس ونشاطه السياسي والكلام ده كله، انه في اشارات الى انه الداخليه ممكن تكون هي اللي هي اللي كانت يعني في حوزتها يعني وعذبته الكلام ده، وبالتالي رد عليه النهارده سيده اللواء مجدي عبد الغفار يعني. فده نقطة، وهو برضو اتكلم عن أزمة المطارية، اتكلم عن أكثر من موضوع مثارين اليومين دول، أعتقد أنه ممكن بص يا يكون فندم، هو بيحاول تحسين شكل التخلية في الداخلية. مصر دلوقتي يا فندم في مشكلة عندها نعم أزمة نعم منذ 25 يناير، مشكلة الفيديو بتاع الشابين مالك وشادي، مرورا باللي حصل من أزمة أمناء الشرطة وأطباء المطرية، نعم ثم وفاة الطالب الإيطالي،
ففي حاله كبيره من الهجوم على وزاره الداخليه. طلع طيب سيد الوزير النهارده اتكلمنا عن انجازات الوزاره في اخباطها اكبر مخطط ارهابي في التاريخ المصري كان بيستهدف مصر. ده شيء طيب وجميل وبنأيد الداخليه فيه وبندعمها في تحركاتها اللي بتعملها في هذا الصدد. لكن مين اللي قتل الشاب الايطالي؟ المفروض ان احنا منتظرين بقى الرد، يعني المفروض ان كده من مين؟ ما يكون شاب يا فندم مقتول من يوم 30 يناير او من يوم 2 فبراير، بقاله 8 ايام. لا، هو مين اللي هيعلن؟ انا اللي هعلن يا فندم. اللي اتقال ان هو كان لما وجد جثته من كام يوم ان هو كان مقتول من 12 ساعة قبل ما يلاقوها، فبالتالي هو مختفي من يعني هو يوم مختفي يا فندم 25 يا فندم بلاغ 27 اختفائه يا دكتوره من 29 يناير. من 27 كمان، وده اللي قاله وزير الداخلية، يعني البلاغ راح لهم تمام 27 وده قالوا كده. تمام طب هو فين بقى يا فندم الشاب الايطالي؟ ما هي مين دي اللي قتله؟ ما هي ايوه طبعا، ما احنا كده يا بنطالب ان دكتوره يكون في منى شفافية. كجهاز شرطه محترف انا مفترض طلعت وزير الداخليه ديت، انا قلت للسيد وزير الداخليه ما بلغونا في الوزاره، انا هناك مؤتمر صحفي قلت للشباب معايا ان وزير الداخليه هيعلن عن المتهمين بقتل الشاب الايطالي ويعلن ان هو ضبطه 4 متهمين ينتموا بقى الارهابيين ينتموا لعناصر جنائيه، هيطلع يعلن لنا مين اللي قتل الشاب الايطالي، انما انت طالع حضرتك تطلعني على تحقيقات. يعني انت شايف انه فاهمك؟ ان المؤتمر هنا لم يلبي الطموحات او اللي انتوا كنتوا متوقعينه كصحافة، يعني ان يا دكتور المنتظر اه يا والمتوقع دكتوره انك قول لي معلومات، ما تطلعش في اطار سرد كلام انشا يعني، وفي اطار انك وكلام الشكل بيتقال العام يعني الدفاع ايه عن الداخلية. اتقال في بيانات اتقال في مداخلات امبارح اللي هو ابو بكر عبد تمام، الكريم واول فهمت امبارح والنهارده حضرتك. الصبح. تمام، انا كده فهمت وجهة نظر حضرتك. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، في دلاله مهمه في مؤتمر في وزير الداخليه، نعم. دلاله مهمه جدا لازم نراها بين السطور. أها. في المؤتمر الوزير اجراه عقده أه. في الامن الوطني في جهاز الامن الوطني، أه. ودي أول مؤتمر لوزارة الداخلية من بعد ثورة يناير يتعمل في جهاز الأمن الوطني. طب حضرتك شايف دلالتها إيه؟ أولاً الوزير وهو ابن الجهاز عايز يعطي ثقة لجهازه. نعم. إن هو طالع المؤتمر بيعطي ثقة لجهاز الأمن الوطني بعد تمام. كتير من الاتهامات باعتقال نشطاء وتعذيبهم وضربهم بدون سند قانوني وحالات الاختفاء القسري، الشباب اللي اختفوا بعد 3 4 5 شهور اللي وجدوا جثته واللي اتحط له، فهو طالع من الامن الوطني بيعضد من اجراءاتهم الخاصه بمكافحه الارهاب، مع انه هو الجهاز شايل على عاتقه مكافحه الارهاب الداخليه. نعم. فهو طالع يعطي رساله واضحه ان جهاز الامن الوطني متعافي، انا وزير الداخليه طالع من مقر جهاز الامن الوطني بعمل المؤتمر بتاعي. بقول ايه بقى مش مهم، لكن هو بيدي يعني انت رساله للرجال. شايف دلالات اخرى غير الدلالات اللي اتقالت، يعني انت شايف دلالات في الدلالات اللي اتقالت هو طلع التوقيت اول في حاجه من مقر الامن الوطني يعلن عن خلايا وارهاب ارهابية. الامن الوطني احبطه، فهو طالع يدي ثقه لرجالته تمام نشتغل عشان خاطر البلد وبقى انكم معنيين بالامن الداخلي. تمام انما ككلام انا منتظره الخلايا اللي اعلن عنها وزير الداخليه، احنا قررناها على 4 5 ايام، هي خليه الميعاد وخليه اجلاد مصر بتاعت امبارح وغيرها من الخلايا قررنا عنها بشكل متتابع، اي حد يقدر يقول بطلب بسيط بيحس ان كان تنظيم اجناد مصر شغال في قطاع حلوان والجيزه وكان هيعمل مصايب. تمام اي حد من فما الخلايا كانش بتاعتك اللي منضبط. محتاج. لا، ما هو زي ما بدا كده في الامر، زي ما حضرتك بتقول ان هو طبعا نتيجه للهجوم والامور الكتيره اللي كانت حاصله، فداخل يدي ثقه لجهاز الامن الوطني من ناحيه، ومن الناحيه الاخرى ايضا يدافع عن انه الداخليه لها انجازات، وده اللي احنا اكيد في النهايه خرجنا بيه. لكن واضح ان توقعاتكم كصحافه لم تلبى، يعني بالنسبه لانه انا كنت كان وكلنا متاكد ان هو يطلع يعمل مؤتمر قصير يعلن فيه عن ملابسات خاصه الطالب الايطالي. واضح كده ان احنا مش عارفة، ممكن ما نعرفش مين اللي قتله، ممكن الموضوع يتنسي، ولا ايه رأي حضرتك؟ لا احنا ممكن نقرا خبر اللي قتل الضابط الايطالي في الصحافه الايطاليه بكره او بعده في الصحافه الايطاليه. تمام كده، زي ما قرينا برضو الخبر بالنسبة للطائرة الروسية وأتى من خارج مصر ولم يأتي من مصر. طيب احنا كده يعني عايز اتوقف على السجادة الحمراء، ولان كان حضرتك ليك وجهة نظر معينة واعتقد ان انتوا كتبتوها حتى في اونا. طبعا حاجة سلبية لا شك بانه احنا نشوف الانجازات اللي الرئيس طالع يتحدث عنها، وان احنا بنتحدث عن هذا الكم من ونمسك المشروعات في السجادة ونمسك في الحمراء. السجادة، لكن انت بس لا بص كان ليكو رؤية من انه حصل حاجة في التلفزيون المصري، يمكن دي برضو يعني اغضبتكم شوية، او يعني
ما كانتش محببة. فاحكي لنا حضرتك ازاي، او يعني احنا كده بص يا واضح فندم، هو الناس ما كانش موضوع مفروض السجاده السلبية الحمراء ده دي. انا نفسي اتفضل. مستصيغه، يعني انا ما عنديش مشكله في السجاده الحمراء، وانا ما اعرفش الناس ليه ما كلمتش عنها من قناه السويس، رغم ان كانت مفروشه على اطوال اكبر من كده، بتستقبل بقى الرؤساء من ساعه ما بينزلوا من الطياره الحربيه لحد منصه التتويج. السجاده الحمراء دي برضه نعم ليه ما اتكلمناش عنها ساعتها؟ انا مش فاهم المصريين عندهم فصام ليه. صحيح. نمسك السجاده الحمراء، كان في من سنه كان في افتتاح كوبري في كوت ديفوار، كوبري حارتين كده يا دكتوره زي ما انت فاهمه، الكباري اللي هي الصغيره. تمام، احنا عرضنا كانت الصورة، المقاولين ممكن العرب نعرضها تاني، رقم 13 زميلنا، دي كانت في كوت ديفوار. دي كانت في كوت ديفوار يا فندم، وكان المقاولين العرب اللي بنياها، وكان حضرتك المهندس ابراهيم محلب كان ساعتها وزير الاسكان، وكان حاضر افتتاح ال هذا الكوبري، وكانوا فرشين سجاده. حضرتك انا اعتقد ان انا بعت لحضرتك الصور، لو حضرتك ما ممكن احنا تكونوا استعرضيها ولا حاجه. بنعرضها دلوقتي استاذ محمد، بشكرك. ففي سجاد موجود، وسجاد على فكره يومها الجو مطر والسجاد اتبهدل وما اتشالش من على الارض. تمام. اللي زعل بقى المصريين يا دكتوره، رغم ان كان يومها رئيس بيفتتح مشروعات ب 15 مليار جنيه وكباري وانفاق و13000 وحده سكنيه في اكتوبر بالاسكان الاجتماعي، ده اللي اتبنى في سنه قد اللي اتعمل في اكتوبر منذ انشائها، وعدد سكنيه اسكان اجتماعي 13000 وحده و200 بنيوا مقاتل مسلحه في سنه، نعم. وشواء كويسه. اللي ده اللي زعل الناس هو الربط، او النقطه زعلتهم الربط اللي حصل ما بين كلام الرئيس اللي هو انا مش هقدر ادعم لكم الميه اكتر من كده، نعم. يا معالي وزير الاسكان ثمن الشقه 115000 جنيه ده قليل بالنسبه للسوق الخارجي. فالناس تقولوا بقى، الناس بيقولوا الرئيس بيكلمنا عن اجراءات تقشف، وهو واصل بسياراته لحد السجاده الحمراء. هو ده اللي عمل حاله ربط عند مجموعه من الاعلاميين، وعلى طول انقسمنا لفريق مؤيد لسجاده الرئيس وفريق معارض لسجاده الرئيس. المعارض بيعارض على بيفتي بمليون و200000، والسجاده ديت سجاد تركي ايراني افغاني ده مصور ميتين اي ألف كلام إيه ده، يتقال. وصل لملايين، مليون وبتاع، يعني أرقام بس كانت مبالغ فيها جدا يعني. اي كلام بيتقال، ده الجانب المعارض لسجاده الرئيس. اما الجانب المؤيد لسجاده الرئيس الجمال قال لك يا فندم دبوي يا فندم مدهونه على الارض عشان خاطر وقعدوا يجيبوا صور من ملعب كره قدم بتعمل في احدى الدول العربيه، ويقول لك هي ديت البويه بتنده. اما ده الغريب، فتدحرج سريع، انه تدحرج سريع يطلع تم يتقال الشؤون دهان المعنويه يعني. للقوات المسلحه بالظبط. بما انها هي منظم الحدث. معايا يا دكتوره؟ تمام. طلع مع عمرو اديب وقال على طول ده ايه. عمل 4 مداخلات في 4 فضائيات، نعم. شرح الموضوع وقال ان السجاده دي عمرها 3 سنين، استخدمناها في قناه السويس، واستخدمناها يوم افتتاح مشروعات وزاره النقل، ويوم مشروعات وزاره الاسكان، ويوم مشروعات وزاره الرياضه، وغيرها من اللي المشروعات. هيدور على هو الصور بيتكلم هيلاقي الناس. السجادة دي موجودة في كل في فعاليات كتيرة يا جدا فندم قام احرج بيها بقى حضرتك الرئيس. لفيديوهات مؤتمر وزاره احنا النقل عرضنا يوم كمان. 10/6/2000 نعم 2015 نفس السجاده تمام. فرشت حتى على كوبري اكتوبر، كان طيب، ساعتها في افتتاح عدد من توسعات الكوبري. فبالتالي انه الشؤون المعنوية ردت، ولكن ال طلع العميد ايهاب الرجل المحترم عمل بيان مقتضى، شرح في الموضوع وقال احنا يعني متفهمين استفزاز الناس، لكن والله الناس يا جماعه بينكم ده سجاده ببلاش يعني، واحنا اللي عاملينها واحنا اللي بنلمها واحنا اللي وقال بنغسلها لك واحنا اللي نوع من بنفرشها انواع تاني. القماش كمان اللي سهل فرده ولمه وخفيف وماهوش وده تصرف من قياده مكلف القوات ولا اي المسلحه حاجه. شعورها على طول تقارير الرصد لما قالت ان في غضب عند الناس وان الموضوع بيتنفخ فيه، طلعوا ردوا بكلام محترم. لكن الكلام ده يا فندم في والرد ده طلع، تفاجئي بقى يا فندم في نفس الوقت برنامج انا مصر اي والتوك شو الرئيسي على التلفزيون المصري، طلع المذيعه بتقول لك ده بوهي يا ست يا استاذه لسه ما هناك هي قايلين ان ما هي ده سجاده. يعني الناس ازاي التلفزيون اصحاب الموضوع المصري نفسهم ما راحلوش بيان، ولا ما خدوش بالهم، ولا ان الشؤون المعنويه مش متابعين ازاي ان الشؤون المعنويه قالت كده يعني، عشان يطلعوا يقولوا ان ده دهان برضو يعني. دي كانت حاجه. انا شايف برضو ان المفروض العميد ايهاب كان طلع على التلفزيون المصري، ما طلعش على الاوربت ولا اون تي في ولا حاجه اي قناه من القنوات الخاصه، كان طلع على التلفزيون المصري في نشره الاخبار عمل مداخلته او عمل بيانه اللي طلعه.
مش فاهم فكرة ليه الأوربت والقناة المشفرة وبعد ما كده هي دي طلعت برضو من وجهة نظر ان كان الفضاء. المفروض يكون المكان الاول اللي حتى يرسل ليه بيان رسمي بصدد هذا الشأن. يمكن كان متوقع مثلا انه التلفزيون المصري مش هيناقش الامر ده، وانه معروف ان الفضائيات هي اللي بتهتم بالنبض لا بس التواصل الاجتماعي والكلام. يعني انا بقول لحضرتك انا مش بدافع، ولكن انه ده لا يورينا انه عشان يبقى منظرنا كده، ان الشؤون لا هو المعنوية التلفزيون يقولوا كده المصري يا فندم، التلفزيون المصري خايب، بس مش ما هي محتاجة، هي خيابة. ما ما يعني فيش بقى حد يسعى انه يجيب بيان يتواصل محرر عسكري كويس، نفس الشغل اللي اتعمل اكيد من زماننا في القاهرة في برنامج القاهرة اليوم، اكيد تواصل مع الشؤون المعنوية اللي هو محسن عبد النبي، وراجل محترم جدا، واكيد اتوصل لصيغة ان اللي هو هيدخل العميد هيدخل، ودخل مع الاستاذ احمد موسى وعمل تمام مداخلة وضح فيها الامر في اكتر من مكان يعني. تمام كده. اعتقد يعني ان دي كانت من الامور المهمة، ولو برضو يعني حضرتك شايف ان في ازمة اخرى لسه مثارة ممكن تحدثنا عنها. لا هو النهارده طبعا ما ينفعش النهارده يعني نحيي مع جمهور الزمالك ذكرى مباراة الزمالك بالسنة اللي فاتت، راح ضحيت عدد من مشجعين الكرة النهارده، مشجعين الزمالك لو انت حضرتك تابعتي احيوا ذكرى يعني، مش هقول بقى من الدفاع الجوي زي ما بيقولوا، لا هقول مباراة الزمالك وانبي احيوها النهارده في حديقة الفسطاط، وانا بالنسبه لي كان موقف الامن مفاجئ مفاجئ يعني، عايز اقول لحضرتك عمل لي حاله ذهول. من ناحية الامن اكتر من 100 مدرعه متشين عند حديقه الفسطاط من الصبح عشان تامين الحديقه، فقلت هيحصل اشتباكات ومش هيسيبوا الولاد يدخلوا، بالعكس اتفتحت البوابه حديقه الفسطاط تمام لجمهور الزمالك ودخل الجمهور بالالاف، صحيح احيا ذكرى شهداء المباراة، وخرجوا بدون ما حد يتخدش. ده ممتاز يعني، وانتوا فعلا ذاكرين هذا الخبر من اواخر الاخبار في وكالة اونا. الامن يسمح بدخول لافتات بس وايت نايتس حديقة الفسطاط لاحياء ذكرى احداث الدفاع الجوي، وان كده حضرتك بتشهد لانه التعامل الامني، يعني انه كان فعلا بشهد تعامل الذكاء الالترا وبشهد الذكاء الترا شوية نايتس على فكره، اذكياء جدا يعني الشباب اللي بيقود هذا الجروب، انا فعلا بحييهم على ذكائهم الخارق. نعم. طيب ده كان برضو من طب ما سالتنيش ليه ذكائهم الخارق؟ اختيارهم للمكان الفسطاط. والتجربه اللي عملوها النهارده، هم عايزين يقدموا رساله ان احنا نقدر ننظم حدث فيه 100,000 من غير ما حد يتخدش، اهم حاجه تكون في اراده. تمام. لا دي حاجة طبعا ممتازة جدا، واضح انه برضو يمكن ان احنا دلوقتي النشاطات دي كلها، او زي ما بنقول زي ما كان الرئيس برضو اطلق الدعوة بالنسبة للألتروس، انه يعني يكون في وفد علشان خاطر الحدث اللي كان حصل بالنسبة للنادي اللي كان في يعني الحادث اللي وقع من حوالي 4 سنين. موضوع فبالتالي بورسعيد فبالتالي يمكن برضو انه بدأت الاصوات تعلو انه يجب تقنين كل هذه المجموعات. يعني انت النهارده بتتحدث عن مجموعات فندم ال... وناجحه ان هي تعمل جمهور زي ما انت بتقول، بتقدر ذكائهم في المكان في الدنيا، فمن الواضح كده انه الاتجاه برضو يعني دي حاجه كويسه ان في ظل الوقت ده اللي بيطالب فيه الجميع بيطالب، او الاصوات اللي بتعلو بتطالب بتقنين اوضاع كل هذه المجموعات. انا اعتقد بكره بعد مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله تعدي على خير، اعتقد ان هيكون في تحركات من يوم الاربعاء القادم نعم خاصه بدعوه اطراف الحوار عن طريق مجموعه من نواب مجلس الشعب، من عدد من اعضاء مجلس النواب هيجتمعوا ويبداوا المبادره. انا عندي معلومات ان احدى الجهات السياديه تواصلت مع الاستاذ طارق العوضي المحامي، نعم وهو مدير مركز دعم دوله القانون، وهو محامي الترا شويه نايتس، وتواصلت معاه علشان يبداوا يجهزوا لقاء مع جمهور الزمالك اللي بدا لهم الاولاد عندهم طلبات قبل ما نقعد واحد. اعتقد ان الامر بيسير في اتجاه ايجابي، واتمنى ان في بعض الاشخاص المعوقه اللي مش عايزه الحوار يتم ومش عايزه الشباب دي ترجع الملاعب وعايزه تسيب البلد في صراع مع الاخوان وصراع مع الالتراس وصراع مع كل الجبهات يسيبوا البلد كده، وانا بقول ان ربنا يهديهم كده عشان خاطر الشباب دول يرجعوا يتم احتوائهم عن طريق وجودهم في المدرجات. نعم عايز اقول لحضرتك يا فندم اخر تواجد للالتراس في الملاعب كان ماتش الاهلي والزمالك في كره اليد، وهذا وتلك المباراه كانت بدون تامين ال شرطه.
نعم، اللي وقدر الولاد كانت من ينظموا المباراة حوالي ويطلعوا. أسبوع كده تقريبا وفزنا فيه. لا يا فندم، بكلمك على مباراة الأهلي والزمالك في ديسمبر 2014، وده كان آخر تواجد للألتراس في أنا مباريات. فكرت، يس نعم، ونظموها. أنا أعتقد إن الولاد دول لازم يرجعوا، لازم نكلمهم، لازم نحاورهم زي ما يعني رئيس ما بقول الكأس. لحضرتك دي مبادرة كده طبعا ممتازة، وان مع الموضوع ده مش بس ان احنا عشان تحقيقات وحق الشهداء اللي راحوا دول كلهم، ولكن كمان ان المجموعات دي يا فندم اثبتت انها وانت قلتيها دكتوره منى، مهمة. دكتوره منى ارجوكي ارجوكي، لا مش هينفع نقول كلام بيتردد اي كلام، يعني الكلام اللي بيقوله شباب الالتراس اي كلام، اللي هو حقوقنا اللي ما جاتش. يا فندم في 46 واحد خدوا احكام من 3 سنين لاعدام في اتهامهم ب قتل 74 شهيد في بورسعيد. يعني ازاي ما راحش هدر؟ في ناس خدت اعدام امام محكمه الجنايات ونقضوا الحكم واعيدت المحاكمه وخدوا اعدام تاني. يعني في 15 واحد محكوم عليهم بالإعدام، فإزاي الناس ما خدتش حقها؟ طب لا استنى يا استاذ محمد، انت كده برضو ده اثارة هذا ما هو ده الامر. خطأ الرئيس وقع فيه يا فندم. انا مش عايز اقول لحضرتك ان ده خطأ الرئيس السيسي وقع فيه. ست الرئيس لهم يجوا ايه، او انت مالك ومال التحقيقات يا ست الرئيس؟ انت حضرتك راجل على راس السلطه التنفيذيه، التحقيقات دي لها قضاء يا فندم. ما هو ده اللي انا بعيب عليه على الرئيس، ملوش مستشارين يا دكتوره. هل ما حدش من المستشارين القانونيين قال له يا فندم ما ينفعش تتكلم في الموضوع ده؟ القضيه صدر فيها حكم قضائي بت ونهائي، ولا يجوز فتح التحقيق فيها الا بقرار من النائب العام عند وجود قرائن وادله جديده لم تكن متواجده عند نظر الدعوه لا بس اول مره. محدش نفذ فيه حكم اعدام، امال يعني كل الازمه والاسر اللي طلعوا على احكام الفضائيات الاعدام ده في ضابط شرطه اللي هو عصام سمك يا فندم، مدير امن بورسعيد، واخد 15 سنه، واخد 15 سنه مدير امن بورسعيد، واخد 15 سنه في القضيه. ده كلام بصراحه يعني مش عارفه ليه لم يتم يعني يا اثارته فندم ولا الرد بهذا اكثر من الشكل، 40 متهم، اكثر من 40 امال متهم، في احنا لسه 15 منهم بنتكلم اعدام، على وفي ان في احكام لجنه و بتتراوح من 3 سنين لمؤبد. مش عارفه يا استاذ يعني محمد. احنا مش عايزين نقول كلام كده على اطلاقه. يعني نعم. ايه حق الناس لما حقش هو ما راحش هدر؟ ده اول اكتر قضيه طب اتحكم ازاي فيها حضرتك بعد الاعلام ثوره كله يناير. كان رايح ناحية السكة دي والاشادة طبعا ما هو يا بالمبادرة دكتوره منى ده مع للاسف، حضرتك احنا للاسف بنتحدث الاعلام مش بس المصري، مستشارين استاذ محمد، ما احنا كنا مش بنتكلم عن مستشارين رئيس او من انه الرئيس وقع في هذا الامر، ولكن احنا ما انا بقول لحضرتك الرئيس افتقد مستشارين قانونيين يقولوا له يا فندم ان القضيه دي طب اتنظرت وكل للجنايات اول الاعلام ده مره، واللي جابوا البكاء السيدات والاعلام يفتقد، والاسر. والاعلام بقى يفتقد يا فندم دلوقتي الاعلام المثقف يا فندم، الالتراس يا فندم نعم طلعوا يعني اذكى مننا، وفي بيانهم بتاع اللي هو الالتراس اهلاوي وهم بيردوا على كلمه الرئيس وقالوا احنا بنقبل سهل المبادره، وحتى في السطر السابع في البيان من تحت بيقولوا نقطه مهمه جدا، بيقولوا ان احنا ايه عشان نطلع على تحقيقات القضاء؟ احنا ايه؟ محدش يقدر في مصر يتدخل في عمل القضاء، ولا رئيس الجمهوريه نفسه، ولا رئيس الجمهوريه نفسه، وقال لك 3 مرات ولا رئيس الجمهوريه نفسه. تمام. والله رئيس الجمهوريه ما يقدر يرفع سماعه التليفون يكلم النائب العام يقول له على القضيه. لا طبعا، حقيقي. وهو طبعا ذكر ده واكد على ده اكتر من مره ان احنا الفصل بين ايوه ولا السلطات، لا، ده يعني حقيقي ما بقى، ده ده حقيقي على ارض الواقع. انا ازاي النهارده حضرتك القضيه صدر فيها حكم جنايات ثم نقض الحكم نعم، وقبل نقض المتهمين وعودت المحاكمه قدام دايره جديده وان وامنين دي نفس المحكم اول الاجراءات مره؟ القضائيه المتعارف عليها حتى في الاحكام اللي ليها علاقه بالاخوان اللي كل الناس بتقول يا اعدموهم. فندم الاخوان كرداسه وقاتلين ضباط وشايفين فيديوهات وخدوا حكم اعدام وعيدة المحاكمه وهيتحكموا اول وجديد. ايوه، دي لان دي الاعتقاد يا فندم. الاجراءات القضائيه المتعارف عليها، دي الاجراءات القضائيه تمام. الرسميه. تمام، فحضرتك دلوقتي بصراحه كون ان بنقول ان كده في حكم بالفعل وانه بعد النقد اعدام تم. في 15 واحد واخدين اعدام في قضيه الالتراس يا دكتوره احكام نهائيه. هقول لك بقى الالتراس قصدهم ايه؟ الالتراس قصدهم ان دول اللي نفذوا، دول اللي نفذوا اللي خدوا الاحكام. عايزين من حرض ومن ساعد ومن ساهم، الفكره دي بقى الطويله اللي هم عايزين يوصلوا فيها الشخص المحترم اللي هم كل تدريب او كل فعاليه بيشتموا فيه وبيحملوه المسؤوليه. المشير طنطاوش. طيب يعني ده احنا اللي في دماغ شباب الالتراس. تمام، ان هو بس كرئيس الدوله فكان عليه حفظ الامن والامان. طيب بس انت برضو لا نغفل ان ده مهم، وانك انت النهاردة برضو انه لازم الكشف عن المستور، لانه في امور كتيرة جدا في الفترة اللي حصل فيها اللي كان فيها حكم المجلس العسكري لم يفصح عن امور كثيرة كتيرة كتيرة فيها. خليني بس عشان انتهز وجود حضرتك معايا ونتحدث عن ازمة وزير العدل احمد الزند، ايه اللي بيحصل؟ والله النهارده هيومن رايتس ووتش طلع بيان
ترد فيها على تصريحات الوسيلة وزير العدل في حوار لا معينة على بنك بالراحة، الأرباح لأنه قبل ممكن الماضي. أنا لم أثير هذا الأمر بشكل مفصل اه، هو ومشاهديني السيد مش وزير العدل جه عارفين الموضوع من الأول، الموضوع السيد من وزير العدل الأول. كان طلع، أستأذنك، اتفضل. السيد وزير العدل كان طلع في حوار تلفزيوني أشبه بقعدة العرب، اتكلم فيها في أمور كتيرة إيجابية وأمور سلبية، زي خاطر ان الاخوان دول لو ما تعلموش انا هسيب مكاني، زي انا كل شهيد هنعدم قصاد 40,000 كلام من هذا الاطار. وانه يخرج من وزير العدل هنا برضو، اذا كنت بتتحدث عن انه وزير عدل، اه، هم طالعين كده، هم معنونين تقريرهم بكده، ان وزير عدل مصر بيحرض على قتل بقى ملوش بقى الاخوان ولا الارهابيين، قالوا معارض النظام. ايوه ده البيان اللي طلع النهارده، واعتقد ان تصريحات وزير العدل كانت غير موفقه. نعم، يعني يعني انا النهارده ما قلتش هعدم، انت النهارده راجل سلطه تنفيذيه، انت كنت قاضي سابق ما بقتش قاضي، صحيح. انت وزير، انت سلطه تنفيذيه، اما يصدر احكام نهائيه وبت بالاعدام، والله من حق رئيس، من حق رئيس الجمهوريه يعفو عن العقوبه وفقا للدستور، يخفف العقوبه وفقا للدستور، او يصدق على العقوبه وتنفذ احكام الاعدام. نعم فانت ده مش دور حضرتك يا سيد وزير العدل، ده مش دورك، ده بالضبط. مش كلامك، وما تدخلش في المواضيع دي. زي برضه الاستاذ احمد موسى ساله، بيقول له القضيه 250 هي فين؟ قال له في يد امينه وستحال قريبا الى الجنايات. نعم يعني اولا ده تدخل من السيد وزير العدل، راس السلطه التنفيذيه في وزاره العدل، في عمل قاضي التحقيق اللي بيحقق في القضيه 250، اللي لحد النهارده من ساعه القضيه ما كانت معاه من شهر مارس 2011 لم يستدعي فيها متهم ولم يسال فيها احد. فكيف وزير العدل، او من اين اتى وزير العدل ببعض تصريحاته الخاصه بان القضيه ستحل الى الجنايات؟ يعني الـ الأخطاء اللي بيقع فيها مسؤولين الحقيقة اليومين دول احنا متعددة عندنا يعني. المسؤولين المصريين، انا عايز حضرتك تعملي لا، ما احنا متابعه كده. النهاردة عندنا كذا واقعة يا أستاذ محمد. يعني أنا عندي دلوقتي، إذا حضرتك ذكرت التصريحات وزير العدل وكيف أنها يعني تنم على شخص، ما إزاي انت أنت حضرتك يا مش دكتوره، انا اعتقد ان المفروض في القناه تعمل لنا مسابقه بين المشاهدين عن ايه اطرف تصريح سمعه المسؤول. لا هو انا لو ك اطرف يعني دي ك اوكي، لكن اه احنا لما نتحدث عن كارثية في عدم ال ال لا ال لا، ما هي تصريحات كارثيه بتقلب طرافه. يعني السيد رئيس هيئه الطرق والكباري لما يقول لك احنا لو صلحنا الطرق كويس الناس تمشي بسرعه في الحادثه تكتر، بالظبط. فده برضو تصريح يعني. عبقري جدا، يعني نعم يا فندم، عبقري، تصريح عبقري يعني. يلا بقى اه، الناس تصريح كلها مضحك. والسيد تكسر. وزير التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور هلال الشربيني الهلالي ايوه لما قال لحضرتك ان احنا نقدر نعمل قعده عرب، بقى حضرتك احنا قاعدين في قعده عرب، صاحبي بيساله احنا يا فندم هنقدر نغير المناهج بتاعتنا؟ قال احنا نغير مناهج العالم كله. يا قعده سلام عرب يا فندم، يا يعني مش سلام. وزاره، قعده يعني عرب، الوزير، نغير مناهج العالم كله. وزير التعليم المصري عنده المقدرة ان هو يغير مناهج العالم كله. طب غير العالم مناهجك كله، يعني الأول. صاحبي بيساله ايه، عارف انت يا دكتوره كريم نقعد ايه؟ يعني بيعزموا، بيتعزموا على حاجه ساقعه تشرب، تقدر تشرب ونشرب الثلاجه كلها. الاول وزير العدل، وزير التربيه والتعليم عمل كده، يا فندم نقدر نغير المناهج ولا هنجيب خبره من بره؟ قال له تمام. خبره، احنا جدعان قوي، احنا نقدر نعمل ورئيس مناهج العالم هيئة كله. الآثار بقى اللي برضو قال لك انه على الـ على الـ الحقيقة السبق اللي عملته دوت مصر، يقول لك ان هم لو الصحافة كانت عايزة تعالج ما كانتش نشرت الأمر. برضو ده كمان يعني بصراحة شيء عجيب جدا. يعني ازاي؟ امال ده لا، ما هي هو حتى ده راجل، الواحد حرام الواحد يعقب عليه عشان خاطر ده راجل فقد وزارة الآثار، فقدت الأهلية. للأسف. ما احنا بقول لحضرتك عندنا المسؤولين لدرجة يعني. انا عجبني قوي حد على الفيسبوك بتقول، واحدة على الفيسبوك بتقول لهم احنا المفروض مع القسم يضاف جزء كده انه لن ندلي بأي تصريحات يعني خالص، يعني ما لا يتكلموش. لا لا، الأهم من كده لازم نكشف على المسؤولين بتوعنا نفسيا قبل ما يطالوا المنصب، مش حاجة عيب. حاجة صعبة جدا، مش عيب طبعا. واللي احنا بنشوفه ده حقيقي يعني، حاجة صعبة يعني، حقيقي يعني. فربنا يرحمنا يا رب يعني. وبرضو موضوع طبعا مش عايزين ننسى كمان الموضوع بتاع الفيروس زيكا. اتضح ان احنا كده عندنا ميزة قوية في مصر، انت المياه هو الغير مين اللي بيقول نظيفة. التصريحات اللي هفني وهياخد الاوسكار في افضل تصريح في 2016؟ ايه هو تصريح ده؟ السيد وزير الصحه لما قال لحضرتك ان فيروس زيكا مش هيجي مصر. ليه بقى؟ ده امر طيب، ليه بقى يا سياده الوزير؟ انتوا مجهزين نفسكم، انتوا جامدين قوي كده؟ نعم قال لك لا، عشان الفيروس
بيتغذى على المية النظيفة واحنا مش عارفين. البعوضة، يعني البعوضة لأول اللي هي مرة نعرف بتسبب سرعة تعرف إن الفيروس. مصر بتستفيد من حاجة سلبية. مريضنا ملوثة مش عارف وزير الصحة اللي فيروس زيكا نفسه فيروس زيكا. ايوه، هو احنا قال لك نعيش عليه، البعوضة احنا نعيش دي، عليها بس فيروس زيكا لا. البعوضة عشان بس مشاهدين، البعوضة اللي اللي حاملة لهذا الفيروس او اللي بتنقل. فيعني بصراحة بنشكر بعد ما كانت كتب خبر ان هي موجودة، البعوضة دي موجودة في المنيا واسيوط، هي فراح ده الرد، ما هو ده بص الرد بتاع ما هو وزير يعني الصحة ما هو انه يا فندم جماعة ايه لا. ما هو فندم ايه في مثل بيتقال عندنا كده في مصر ان الكذب ملوش رجلين. الحكومه فاكره حضرتك لو انت بتتذكري يا دكتوره من شهر اكتوبر الماضي كانت في ازمه كده حمى في ديروط في اسيوط، حمى غريبه وناس بيموتوا ومحدش عارف بيموتوا ليه. اي دي كانت نوع من الحمى بتنقلها نفس الذبابه اللي هي بتنقل زيكا. لا، البعوضة ولا ده، دي حاجة تخيلي تانية. نوع من الحمى دي، الفيروس الحمى ده كانت البعوضه دي هي اللي بتنقل، هي البعوضه اللي بتنقل الفيروس زيكا. النهارده كان كنت على اتصال، كان معانا في مداخله تليفونيه مدير الطب الوقائي بوزاره الصحه، فقال بنساله عن ان وزير الصحه قال ان البعوضه موجوده في المنيا واسيوط. قال ولو تتذكروا ان في شهر اكتوبر اللي فات كان في حمى قال اسمها لا اتذكر اسمها مش اسم علمي طبي، وقال ان البعوضه ديت هي اللي هي اللي نقلت الحمى ديت وتسببت في وفاه عدد ساعتها واصابه، بس قدرنا نحاصر الموضوع وننظف الترع بس والكمامه. أنا هختلف فبقى لنا معاك يا شهور أستاذ ساعتها بقول محمد، لحضرتك لو يعني رجعت لو معلش، لان برضو ده عشان موضوع علمي، انا هختلف معاك لان انا متابعه الكتير التقارير اللي بتتقال، يعني لغايه دلوقتي ما تجابش سيره انه في اي اعراض او انه حاجات بتحصل، يعني زي ما حضرتك بتقول كده، موضوع الحمى اللي كان في اسيوط واللي كان منتشر بشكل كبير. التقارير العالميه، انا ما اعرفش يا فندم، ما انا بقول انا ما اعرفش، لحضرتك انا برضو، بقول انا لحضرتك ايه، احنا لازم اه هندور على الموضوع ده، بس احنا هنا كان لا لا مساعد وزير الصحه النهارده للطب الوقائي قال الكلمه دي زي ما بقول لحضرتك لا، ان ما انا برضو وزير مش الصحه نفسه هاخدها، قال انا اسمها. معلش، انا برضو، لان زي ما بقول لحضرتك، التقارير اللي صادره من منظمه الصحه العالميه، او التقارير اللي انا بسمعها من قنوات اعلاميه يعني متعدده حول هذا الفيروس، انه خطورته لغايه دلوقتي لم يثبت اي شيء، غير انه هو لو اصاب امراه حامل بيحدث تشوهات او صغر لحجم الجمجمه بالنسبه للجنين. فعشان كده دي لو هي امور طبيه احنا ممكن نحاول نشوف طب هل في ربط. ما انا مش مختلف مع حضرتك خالص، والفيروس ما دخلش مصر وفي اجراءات، يعني عايز اقول لحضرتك في اجراءات حجر طبي على جميع الطائرات القادمه من امريكا اللاتينيه، وبيتم فحص معايا يا فندم، وبيتم فحص كل الركاب وعمل حصر بجميع الركاب القادمين وبيتم الكشف عليهم ومؤاخذه عينات منهم، وبقول لحضرتك ما فيش حالات. ما انا بقول انا لحضرتك بقول لحضرتك لا، ما ايه؟ انت دلوقتي الشخص اللي قال لك على موضوع الحمى دي ان ليها علاقة بنفس البعوضة، ده كلام برضو ايوه محتاج يترد عليه، او محتاج يعني ايه نتأكد ده منه. يا فندم خلينا نقول، ما لا لا انا ده الدكتور فاهمة عمرو انه، قنديل بشكل واضح، ما انا انا هبعت فاهمة ان لحضرتك نص حضرتك التصريحات. استاذ محمد، ما انا مش بتحدث عن، انا ان حضرتك صادق وان هذا التصريح صدر من دكتور عمرو قنديل، ماشي، انا مش بختلف معاك في ده، لكن اللي بقصده ان احنا لازم نفهم اكتر، لان اذا كان لغاية دلوقتي لم يصدر انه يتقال ان الفيروس ده بيسبب حمى، يعني كل اللي اتقال لغاية دلوقتي فعلا هو ده الموضوع الخاص بالبعوضة دي، وان هي انا قلت ما قلتش هو ما قالش يا فندم ان هي بتسبب حمى، هو قال ان هي نقلت الحمى. ما هي برضو لو هي نقلت الحمى، يبقى احنا هنا بنتحدث عن نتيجة برضو نفس الاعراض دي، يكون في اعراض حمى في الدول دلوقتي وفي المناطق اللي هي فيها هذه البعوضة دلوقتي اللي طب هم يا بسبب فندم بالفعل. ساعتها حصروا المرض، انت حضرتك انا رحت ديروت ساعتها وصورت هناك 5 مرات وشفت اللي حصل هناك، وحصروا المرض حقيقي ده انتصار ليهم، بس ساعتها هم ما صرحوناش ايه حقيقة الحمى ديت وازاي اتنقلت. طيب، ما انا عشان كده حضرتك بتقول ان نفس البعوضه، ممكن تكون بعوضه يعني، لكن انا بس بناء على اللي ما، انا بأجزم لحضرتك يا دكتورة ان هو قال نفس البعوض. طيب خلاص، ما انا مش استاذ محمد، صدقني انا بتحدث دلوقتي حضرتك يعني الكلام ده مش كلامك، ده كلام هذا المسؤول، فانا بتحدث دلوقتي ان احنا عايزين بص يا نفهم، دكتورة هو بيتكلم في ايه؟ احنا لانه ممكن نكون في بعوض على فكرة، ممكن الناموسة تنقل المرض على فكرة، ما ايوه، ما ممكن الناموسة تنقل المرض، بس احنا اصلا ما عندناش حد مصاب علشان البعوض او الناموسة او الحشرة تقرصه فتنقله لحد تاني، هو الفكرة في كده، وكان عايز يثبت ده، احنا ما عندناش حالات. حتى لو البعوضه عندنا موجوده في ديروت او المنيا، هو اكد الكلام ده كلام السيد وزير الصحه اللي قاله امبارح في تصريحات تلفزيونيه،
قال حتى لو هي البعوضه موجوده فما فيش خطوره من تواجدها عشان ما عندناش حد مصاب تنقل منه. بس انت امتى هنا بقى الخطر بتتحدث يزيد؟ برضو ان هي لو عندنا حد مصاب كانت نزل المتسببة في نوع اسيوط الحمى ده. المكان اللي فيه البعوضه اه معايا يا فندم؟ تمام هو ده اللي يقصده واكد عليه، وانا بعت لك برضه نص التصريحات. خلاص، احنا برضو عشان ده موضوع زي ما بقول لحضرتك محتاجين حتى يعني لانه الفيروس ده وصل دلوقتي، لانه الولايات المتحدة الامريكية اعلنت ان هي مش هتشارك في اولمبياد القادمة في البرازيل علشان الموضوع ده، لانه في قلق، في قلق، وبالفعل الحالات يعني ظهرت. هو لغاية دلوقتي زي ما بقول لك يعني من الواضح انه احنا بنتحدث عن نوع من انواع الحمى اللي انتشر بشكل يعني تفشى بشكل كبير في اسيوط من حوالي الفترة اللي فاتت دي زي ما حضرتك ذكرت. لكن انا شهر النهاردة 10 اه أكتوبر طيب 2015 لكن انا في النهاردة عندي بيروت. بقى الانظار موجهة كلها لهذه البعوضة وفيروس زيكا، من ناحية انه البعوضة دي هي اللي بتنقله وانه بيروح للخطر، يعني حتى قال لك ممكن تلاقي حد حامل لهذا الفيروس ولكن مش بيبان عليه اعراض ولا اي حاجة. تيجي بقى وان برضه اتقال انه هل يا ترى بيتنقل عن طريق العلاقة الجنسية ولا لا، لان في بعض الناس قال لك لا ممكن ما يكون بتنقلش. ما انا دي كلها على فكرة دلوقتي اجتهادات وابحاث ودراسات، ولكن اللي ثبت بالفعل واللي رسميا تم الاعلان عنه الخطورة تكمن من هذا الفيروس بالنسبة للمرأة الحامل، ان هي للسيدة بتلد الحاملة فقط لا غير، بتلد بيعمل تشوهات للجنين. المولود بالظبط كده. فبناء عليه احنا عندنا طبعا الحاجات دي كلها واللي هي بيسموها الامراض المعدية واللي احنا بتنقل عن طريق البعوض نتمنى ان يكون في اجراءات وقائية واحترازية بخصوص الموضوع ده، عشان احنا مش هنبقى حمل فيروس جديد يعني. تمام. والموضوع طبعا الاخير بالنسبه للقصه بتاعه الحقن والكلام الكتير اللي اتقال، انا برضو وضحت للمشاهدين منذ قليل انه لما سالت اطباء رمد في امريكا هنا الماده دي بتحقن، والامر كله كان متكبر الدنيا على انه الماده دي غير محرمه دوليا، معذوره دو اه لا محرمه الكلام ده دوليا، مش هو في لغط صحيح. برضه، وده طبعا اللغط ده كان مسؤول عنه غياب المعلومه الحكوميه، بالظبط. وفي فانت نفس الوقت عندك احد مراكز الحق في الدواء المصريه طلع بيان، هي اللي استخدمت التعبير ده مركز الحق في الدواء، موجود البيان عندي، هم اللي قالوا ان اطباء رمض طنطا استخدموا ماده محرمه دوليا. لكن انا اللي لفت نظري في الازمه دي يا دكتوره، وان شاء الله الناس هتتعافى وبيبقى عمى مؤقت زي ما اطلعنا على بعض الدراسات، اللي لفت نظري ان مدير مستشفى الرمد في طنطا طبيب دكتور أنف انف وأذن واذن وحنجره. وتم إيقافه عن العمل في هذه في هذا الأمر. وبرضه المفاجاه حضرتك ما تعرفهاش ان مدير اتفضل. مستشفى الرمد الجامعي في طنطا برضه انف واذن وحنجره. فانا لما سالته بشكل شخصي دكتور ده هي ده مستشفى متخصصه في العيون، قال لي ما في ندره في اسدة العيون في مصر، فعشان كده بيجيبوا لها اي اخصائي ثاني يمسك المستشفى. مش صح طبعا للأسف الشديد. هو في النهاية يبدو كده من الأمر إن إحنا عندنا مشاكل للأسف بتيجي برضو نتيجة لإما تصريحات مسؤولين، نتيجة لعدم شفافية، نتيجة لأمور كتيرة. نفسنا ده يتغير، يعني نفسنا في كل الدنيا اللي إحنا حكيناها دي في النهاية. نتمنى القانون حرية تداول المعلومة الحقيقي، بالظبط لو اتعمل يبقى في شفافية في نقل المعلومة، ومش بالظبط هنضع مش هنقع تحت تأثير البلبلة والقيل والقال وكده. تمام. أنا بشكرك بجد فعلا، شكرا جزيلا أستاذ محمد لمناقشتك معانا كل هذه تحياتي لحضرتك يا دكتورة، الأمور، وطولنا على حضرتك، وإن شاء الله لا وتحياتي بالعكس للجميع احنا السادة استفدنا المشاهدين. من حضرتك لأن احنا تحدثنا في كثير من الموضوعات، وإن شاء الله نكون على تواصل دائم بإذن الله. بشكرك شكرا إن شاء جزيلا الله أستاذ دكتورة، محمد، وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا. أشكرك أستاذ محمد سامي مدير تحرير وكالة أونا الدولية، وكالة أونا الأخبارية، وطبعا يعني تحدثنا في كثير من الأمور، فمحتاجين أكيد ناخد فاصل، بس هنحاول نكون فاصل قصير مشاهدينا علشان هنرجع نكمل مع حضراتكم، لسه عندنا أمور كتيرة، وكالمعتاد الحلقة وقتها بيعدي بسرعة جدا وبنبقى مش بنقول كل حاجة. فاصل ونعود إليكم.
في كياني عمري جاي وعمري فات. مشاهدينا وحلقة 2/8 فبراير 2016، كنا قد تحدثنا عن موضوع تقديم الاستقالة من قبل القمص بيشوي تادروس كاهن كنيسة ماري مرقس بواشنطن، و يعني كنا منتظرين الأمر أنه هو كان ذهب إلى مصر والتقى بقداسة البابا، وأنه إيه القرار اللي كان هيتخذه قداسة البابا حيال هذا الأمر. تناقشنا في هذا الموضوع مع الأستاذ مجدي خليل، ويسعدنا أنه يكون معنا أيضا الآن للتعليق على البيان الذي صدر من نيافة الأنبا كراس الأسقف العام البابوي لأمريكا الشمالية. أستاذ مجدي خليل، برحب بحضرتك معنا. مساء الخير دكتورة منى، ومساء الخير لكل المشاهدين. مساء النور على حضرتك. اسمح لي بس في البداية نقرأ للمشاهدين البيان حتى نستطيع أن احنا نعلق عليه. بيان لشعب كنيسة ماري مرقس بواشنطن. البيان صدر الجمعة 5 فبراير 2015، بعد اجتماع قداسة البابا توادروس الثاني مع القمص بيشوي نداراوس بمصر يوم الثلاثاء الماضي، وبعد عدة مقابلات منفردة معه مع تسوني إيريني زوجته ومع أب اعترافه القمص إيليا، وبعد الاطلاع على كل ما وصل لقداسته من نيافة الأنبا كراس ومن لجنة التحقيق، وأيضا العديد من المكالمات من شعب كنيسة سان مارك، قرر قداسته الآتي: أولا، نقل القمص بيشوي نداراوس إلى كنيسة أخرى في الولايات المتحدة وسيعلن عنها، وقد قام بكتابة اعتذار بخط يده عن أخطائه في تقديم الاستقالة بلا مشورة، نمرة 2، الاستعانة بشابين في الخدمة لهما علاقة بشخص منحرف إيمانيا، نمرة 3، إرسال إيميل لشعب الكنيسة به عبارات معثرة، وقد قام أبونا بشوي بكتابة تعهد بالتوقف عن أي أساليب غير أرثوذكسية
في الخدمة. وأيضا سجلت السيدة زوجته اعتذارها عما صدر عنها من أخطاء مع التعهد بعدم العودة لذلك. وثانيا يؤكد قداسة البابا حرمان المدعو عاطف عزيز المنحرف إيمانيا وقطع شركته كنسيا وكل من يتبعه خاصة بعد تحوله لطائفة أخرى. خاصة بعد تحوله لطائفة أخرى. ثالثا يؤكد قداسة البابا على تبعية كنيسة سان مارك القبطية الأرثوذكسية في واشنطن دي سي المباشرة له، إنها تتبع له مباشرة وتحت رعاية مقر الرئاسة الكنسية في سيدر جراف بنيوجيرسي، ومتابعة النائب البابوي فقط نيابة الأنبا كاراس الأسقف العام. رابعا انتداب الاب الورع القم مستدرس يعقوب مالتي للخدمه بكنيسه سان مارك لفتره محدوده لطمانه كل الشعب شبابا وكبارا. وخامسا تستمر لجنه التحقيق والمتابعه الاباء الكهنه الموقرون القمص انجيلوس ميخائيل والقمص ميوسيوس بغدادي والقمص يوحنا نصيف في مساعده نيافه الانبا كاراس مع الاباء كهنه الكنيسه وتهدئه الاحوال العامه امام ما يزرعه عدو الخير ضد سلام الكنيسه. ويبقى الموضوع كله تحت المتابعة والملاحظة وبحث ما يستجد من أمور، وعلى ابن الطاعة تحل البركة ممضي من نيافة الأنبا كراس الأسقف العام والنائب البابوي لأمريكا الشمالية. تعليق حضرتك على هذا البيان أستاذ مجدي؟ يعني طبعا احنا نقبل هذا البيان، الكنيسة في واشنطن وقيادتها قبلت هذا البيان، وهو بيان متوازن جدا نعم وبيان ممتاز. وطبعا هناك عدة ملاحظات على البيان. ان اول حاجة ان قداسة البابا نجح في اول تجربة او أزمة داخل الكنيسة بهذا القدر في معالجتها بروح المحبة بعيدا عن مسألة العقوبات واستخدام السلطة الكنسية بشكل مجافي لروح المحبة. الحاجة التانية ان قداسة البابا استجاب لقيادات الكنيسة في واشنطن، هم طلبوا ان ابونا بيشو اندراوز يتنقل لفترة لكنيسة تاني في الولايات المتحدة الامريكية عشان تهدأ المعارك اللي حواليه، لان هو عاوز اصلا كان مقدم استقالته عشان في يعني حروب ومعارك ضده، فهو الافضل ان يروح مكان تاني يهدى شوية تهدى الأمور، وده لصالح أبونا بيشوي اندراوس. يعني الكنيسة الشعب في الكنيسة اللي بيعز عليه فراق القمص بيشوي يعني مرتاحين لهذا البيان أو لهذا القرار لنقله لكنيسة أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد. طبعا نعم طلبوا كده رسميا، طبعا القيادات داخل الكنيسه طلبت كده رسميا من اجل ابونا بشوي، مش اجل صحيح حاجه تاني، ومن تمام اجل سلام الكنيسه، لان لما يحصل حد أدنى من حروب كتيرة حواليه وحد أدنى من الانقسامات لازم يحصل أبونا يروح في مكان لفترة لحد ما هو تخف الحروب عليه ويرجع السلام الكنيسة تاني، يبقى هناك للكنيسة رأي آخر بعد ذلك. يعني الكلام حضرتك على اعتبار برضو انه يبقى الموضوع كله تحت المتابعة والملاحظة طبعا وبحث ما يستجد من امور، على اعتبار انه برضو ده ممكن يكون طريق يعني لعودة ابونا لكنيسته يعني، ولا نعلم برضو، وده مش تصريحات رسمية يعني ولا اي ده حاجة، متروك لكن للزمن، طبعا تمام متروك. تمام كده الحاجة الثالثة اتفضل. اللي انا لاحظتها طبعا ان قداسه البابا لم يخضع لابتزاز الصحافه المعاديه للكنيسه والمواقع المشبوهه اللي غزوها بمقالات وغزوها ببيانات كاذبه، وترجموا رساله الاسقف ورساله زوجته الى رسالة العربيه رغم أبونا، تبعتها تقصد للشباب. رسالة طبعا قدس أبونا اللي هي كانت اه باللغة طبعا الإنجليزية. كان واضحه الحروب اللي بيقولوا ما بنحاربش، كانوا ده هم اللي ترجموا، هم اللي اتصلوا باسوا انواع الصحافه الصفراء اللي للأسف بتعادي الكنيسة، وهاجموا قداسة البابا وهاجموا الكنيسة كلها. البابا طبعا لم يخضع لهذا الابتزاز، وإنما اتخذ القرار الصحيح لصالح الكنيسة. ولا يمنع أن نقول أن هناك كتبت بعض العبارات لإرضاء المتشددين في الكنيسة القبطية، اللي هم عشان البابا لازم يعمل توازن فأرضى المتشددين ببعض العبارات، اللي هو ولكنها لا تخل بالمضمون. نعم المضمون سليم، نعم ولكن ما فيش مانع أن يرضيهم بكام كلمة كده. تمام، ده اللي هو بخصوص طبعا عاطف عزيز عفوا، وبخصوص انه ذكر كلمة المنحرف ايمانيا وانه هو تحول لطائفة اخرى. ف وكلمة اساليب ارثوذكسية وكده، تمام تمام يعني كلمة اساليب ارثوذكسية، طبعا لان ما فيش يعني اسمحي لي، يعني كلمة اساليب كذا، اساليب ارثوذكسية، اساليب بروتستانتية، هي احد امراض انقسام الكنيسة الجامعة الرسولية الواحدة. نعم مفيش حاجة اسمها اساليب، في حاجة اسمها ايمان وتعليم صحيح. أبونا على حسب لا الإنجيل.
يعني نعم على حسب الإنجيل اللي احنا طبعا كلنا لم بنؤمن يدان بيه وهو أبونا دستورنا. في أي تعليم ولا في إيمانه ولا في تعليمه، ولكن صحيح. تعليمه صحيح تماما. وأما الأساليب فهي المشكلة جت نتيجة انقسام الكنيسة الواحدة إلى طوائف، خلوا عملوا أساليب. فكلمة أساليب دي جزء من المرض الكنسي العام في العالم، لأن مثلا بولس الرسول لما قال لهم لو حد جاي لكم بأي إيمان بأي لاهوت بأي تعليم غير التعليم اللي انا بقوله لكم ده عن لاهوت المسيح وعن ايمانه، وليكن اناثيما، لا يكن محروما. ولكن اما من ناحيه الاساليب فبولس قال لهم لا، انا مع اليوناني كيوناني، مع اليهودي كيهودي، مع اي حد، انا المهم خلاص النفس. مش المهم ان انا اجيب شخص لطائفتي، ان انا اجيب شخص للمسيح. هذا هو تعليم الكنيسه الواحده الجامعه الرسوليه قبل الانقسامات وقبل الطوائف. فبالتالي كلمه اساليب ارثوذكسيه دي انا شخصيا ما بحبهاش، الكلام اساليب ارثوذكسيه، اساليب بروتستانتيه، اساليب، انا اقول في تعليم تعليم صحيح، الانجيل ايمان صحيح، كلام صحيح. نعم انا مع كلام بولس الرسول. اما بخلاف، طالما الايمان صحيح والتعليم صحيح فليكن اي اسلوب يجذب الانسان الى المسيح فليكن مقبولا. تمام. طيب فدي الجزء اللي هو كان خاص بهذا الأمر، اللي هي كانت الجزء الثاني في القرارات. تمام. أما عن الجزء الثالث وهو يؤكد قداسة البابا تبعية كنيسة سان مارك القبطية الأرثوذكسية في واشنطن المباشرة له، يعني التبعية مباشرة. هذا نعم. أيضا كلمة صائبة لقداسة البابا تماما، أنه يؤكد نقول للمرة المئة زي أن هذه الكنيسة تتبع بطريرك الكرازة المرقسية مباشرة، وأن مهما الحروب عليها فهي تابعة ليا، ما فيش نخضع لحد، برضو تابعة ليا. هو فهمت، لأن كل الحروب اللي حصلت أصلا كانت موجهة لقداسة البابا مش موجهة للأسيس، بمعنى أصح كان جزء منها موجه للأسيس ولكن موجه في الأساس لقداسة البابا. نعم. وحتى لما الصحافة الصفراء والمواقع الصفراء لما بدأت تاخد في الأسابيع الأسبوعين اللي فاتوا لما بدأت تتناول القضية كانت بتهاجم قداسة البابا وتهاجم بعض الأساقفة الآخرين، معناها أن المعركة مع قداسة البابا وليست مع أسيس الكنيسة فقط، المعركة الأكبر والأوسع هي مع قداسة البابا. فهم قداسة البابا هذا الموضوع فنزل هذا البند بوضوح أن الكنيسة تابعة له، وهو تأكيد أخير أن الكنيسة تابعة له. تمام. وانه هو طبعا حتى استخدم كلمة فقط نيافة الانبا نعم. كراسة الاسقف العام دي ايضا. واما عن انتداب الاب الورع القوموس تدرس يعقوب مالطي، فكيف رأيت ايضا هذا هذا الجزء؟ قرار حكيم ايضا من قداسة البابا، لان نعم. لا يختلف اثنان في الكنيسة بالنسبة القبطية على ورع وتقوى وعلم وابائية هذا الاب الورع العظيم، وهو قديس بمعنى الكلمة، صحيح. يعني أبونا تدرس يعقوب مالطي. فهذا زارع سلام في كل مكان يحل به، وهو على علاقة أبوة رائعة مع القمص بشوي اندراوس، وده هذا ده حاجة كويسة كمان. يعني هو جاي في كنيسة، يعني علاقته بالقمص بشوي اندراوس اللي كان فيها علاقة أبوة رائعة منذ فترة طويلة، بالتالي هو جاي الأب بيحل محل الابن، مش أكتر من كده، مفيش أي شيء لفترة لحد ما يعود سلام الكنيسة. أمين يا رب يعود سلام الكنيسة. تمام. وكون برضو فتح الباب، يعني غير الجزء اللي حضرتك ذكرته أنه ممكن يكون في عودة لأبونا مرة أخرى، ولكن يعني برضو توضيحات أكتر، لجنة التحقيق هتستمر، نفس اللجنة، الآباء الكهنة الموقرون في مساعدة نيافة الأنبا كراس وتهدئة الأحوال العامة أمام مزرعة عدو الخير ضد سلام الكنيسة. هنا برضو بيقصد بيها الكنيسة طبعا، لا هو فهتكون هنا إيه بيقصد، مهمهم يعني أو مهام لا اللجنة بعد ما يعني تم أخذ اقول القرار لك من حاجه. بابا؟ طبعا نعم. ابونا تدرس يعقوب راجل روحاني عظيم، ولكن راجل سنه كبير، لازم حد يساعده من الاباء اللي هم لجنه، في مثلا في اختيار مجلس جديد للكنيسه، في تظبيط الامور الاداريه مع كهنه الكنيسه مع اللجنه لحد ما تستقر الكنيسه في مسارها الصحيح. فهذا ايضا قرارا صائبا ان الكنيسه تساعد ولا اللجنه تساعد قدس ابونا تدرس يعقوب مالطي في الفتره الانتقاليه دي لحد ما تستقر الكنيسه كما كانت،
لان الربان بتاع الكنيسه مشي اللي هو القمص بشو اندرس، وبالتالي لابد ان تكون هناك فتره انتقاليه مساعده من الكنيسه، والاب تدرس يعقوب مالتي جاء لكي يكون معلما روحيا ومرشدا للشعب، ويساعدوا اللجنه دي تساعده في مسائل اداريه مع الكهنه حتى تستقر الكنيسه. فهذا قرارا صائبا ايضا يعني لقداسه البابا في الموضوع ده يعني. تمام. حضرتك برضو كان ليك رؤية ورأيت برضو، عايزين نوضح دي، انه من خلال هذا القرار حضرتك بترى انه لم يدان القمص بشوين دراوس بشأن تعليمه. أكيد نعم طبعا، القمص بشوين دراوس خرج مرفوع الرأس، وهو نعم. إضافة لأي كنيسة سيذهب إليها، لأنه رجل روحاني ورجل بتاع ربنا، مش بتاع الناس، بتاع ربنا. وهو حتى لما تعب نفسيا من الحروب قال أمشي، وهو ده كان جزء ماينور ميستيكس. احنا لما قلت لك في حلقه الحلقه سابقه الماضيه قلت ان عمل اخطاء طفيفه. ايه الاخطاء الطفيفه دي؟ احنا اللي هو جاب في البيان الاخطاء الطفيفه دول، جم في البيان. أي. الخطا الاول ان هو خطا طفيف، اخطاء طفيف ان هو قدم من غير مشوره الاستقاله بلا مشوره. نعم، لو راح للقاهره كانت المساله اتحلت خالص، كان البابا حلها اصلا قبل ما تتفجر المساله اللي خلاها. فده طبعا هو الضغوط زادت عليه، فراح قدمها مباشرة من غير ما يستشير قداسة البابا، وده خطأ. وقلنا تاني من الأخطاء الطفيفة إن الاتنين الشباب دول اللي تبع الدكتور عاطف عزيز كانوا جابهم، رغم إن هم مش محرومين في الكنيسة، هم بيخدموا في الكنيسة، لكن أيضا كانت محتاجة إلى استشارة أيضا، لأن الكنيسة تتبع قداسة البابا. والرسالة قال فيها بعض الكلمات المؤثرة، الرسالة ما فيهاش حاجة، بعض الكلمات المؤثرة، لأن أصلا هي موجهاها بالذات زوجة الكاهن موجهاها للشباب اللي كانت بتخدمهم. فبالتالي المشكلة الأكبر تقع على من ترجموها وبعتوها للصحافة الصفراء وللمواقع المشبوهة والكلام زي كده. فأيضا هذه ايضا تندرج تحت الماينور ميستيكس، اخطاء طفيفه. ولكن قداسه ابونا بشوي سيذهب في اي كنيسه مرفوع الراس، تعليمه صحيح، البابا تفهم ذلك، جلس معه جلسات عديده، ووصل قداسه البابا الى ان هذا الرجل روحاني وتعليمه صحيح، وانه سينتقل لكنيسه اخرى قد تكون تابعه لقداسه البابا ايضا في الولايات المتحده الامريكيه، ويفضل ان تكون تحت رئاسه قداسه البابا مباشره ايضا علشان تستمر خدمته. لكن تعليمه صحيح، لم يدان، مفيش إدانة. سيب الحاجات البسيطة دي، مش إدانة، ده مجرد minor mistakes. هو قال خلاص يعني قدم عنها يعني، ما هو قال هنا، اتقال في البيان انه هو قدم عنها اعتذار يعني، كلها عادي جدا اللي يعمل وكتابة كمان لازم يقدم اعتذار، عادي جدا، مقبول ان الواحد يقدم اعتذار. وهو نعم. حتى الاستقالة تفهمها قداس البابا، تفهم ان كانت عليه ضغوط نفسية، وهو اصلا قدم الاستقالة علشان ما يحرجش الكنيسة، يعني عشان لا يضع الكنيسة في اي حركة، ان دي كانت وجهة النظر يعني. فتفهم قداس البابا هذا الموضوع ايضا، وبالتالي عادي جدا انه يعتذر عن هذه الهنات، هذه الزلات الصغيره يعتذر عنها، هذا شيء جيد ومقبول. والبابا تفهم، وهذا هو الاهم، البابا تفهم هذا الرجل وتفهم كل شيء عنه وتفهم تعليمه وتاكد من ايمانه انه ايمانه صحيح 100%، تعليمه صحيح 100%، فليست هناك مشكله سوى هذه المشكلات الصغيره. تمام. طيب في النهايه بقى، متى تنتهي الحروب وتحويل الخلافات الشخصيه لاتهامات بشأن موضوع العقيدة والتعليم والإيمان؟ يعني احنا عايزين فعلا سلام للكنيسة وعدم استخدام أي مشاكل شخصية. شيء مؤسف جدا جدا، وهو ده الدائرة الأوسع في الموضوع. أن هناك ناس عاوزه تحارب البابا الجديد في مشروع الاصلاح، فبتلف وجايه فكره التعليم ومش التعليم، الارثوذكسي ومش الارثوذكسي، والايمان، وكان البابا مش محافظ على الايمان، وكان البابا مش بيدافع عن الايمان، وكان البابا مش راس كنيسه، مش بيقعدوا يتكلوا له الايمان ومش الايمان والوحده، وهجوم هجوم لم ي... لم ي... لم, ي... لم ينتهي. على قدر انا هقول لك حاجه، على اللي بيتكلموا عن ارثوذكس وبروتستانت وكلام زي كده، ايه الظاهره اللي احنا
انا كواحد في سني عاصرتها على مدى ال 30 سنه. هي الظاهره الخطيره اللي احنا شفناها هي ظاهره التحول الى الاسلام وخطف البنات اللي بيروحوا للاسلام. صحيح. ما شفناش اي مشكله، ما شفناش هذه المسائل ان في مشكله بين بين البروتستانت والارثوذكس الا في اذهان بعض الناس اللي هم يحبوا الحروب، يحتربوا بعض المتطرفين في الطرفين، يحبوا الحروب، يحبوا انهم يشتغلوا على الموضوع ده، يحبوا يهيجوا الناس. لكن عندنا النفوس بتروح اللي للاسلام، بتضيع دي كلها. نعم، هي طبعا الفتيات حاجات اللي وهميه، اللي بيتكلموا عن معارك وهميه، عن كلام وهمي، عن ان في وكان في ظاهره تحول جري من الارثوذكسيه الى البصريه. هذا ما حصلش. اللي بيحصل ان احنا فقدنا ناس كتير، الكنيسه فقدت ناس كتير. المشكله الاكبر في انه مصر يا الأسوأ، سيده، يعني حضرتك بتقصد برضو هنا انه الدنيا اللي ماشيه في الخلافات ما بين الارثوذكس والبروتستانت وتركين المشاكل الاساسيه اللي هو البنات اللي بتختفي وبتروح واللي للاسلام بيتسلموا او والاسر بقى الشباب، والرجال. الازمات يعني ده اللي متروك، واحنا المفترض انه يكون الهدف انه احنا نشوف الخروف اللي بيضيع ده، مش نقعد نتخانق في بعض. يعني مظبوط ده المفروض. مظبوط. اقول لك حاجه تانية، نعم. اقول لك حاجه تانية، نفخوا في مشكله لا وجود لها، مشكله ضئيله جدا، فنفخوها وعملوها حاجه كبيره قوي، وعملوا ان وكان في حرب بين البروتستانت وبين الارثوذكس. هذا غير موجود الا في اذهان بعض المرضى، واؤكد بعض المرضى. عارفه المشكله الحقيقيه في مصر ايه؟ المشكله الحقيقيه ان كل ما تقريبا الا المؤمنين الحقيقيين، جزء كبير جدا من مسيحيين مصر في ظل الصحوه الاسلاميه تاثروا بالثقافه الاسلاميه وهبطت اخلاق المسيحيين ونزلت الاسلام نزلها لتحت، وده عند كل الطوائف الا المؤمنين الحقيقيين اللي تمسكوا بالمسيح وعملوا علاقه مع المسيح. كتير من المسيحيين في كل الطوائف في مصر نزلت اخلاقهم في الاربع عقود الاخيره. هذه هي المشكله المفروض تواجهها الكنيسه الجامعه بكل طوائفها في مصر، ان هناك لازم تبقى فيه نهضه حقيقيه، ايمان حقيقي، قيم مسيحيه حقيقيه، علاقه حقيقيه بربنا، مش ينفخوا لنا في قضايا غير موجوده اصلا او حاجه صغيره جدا يعملوا منها حاجه كبيره. بصوا لشعبكم، بصوا لخلاص الناس، بصوا للمشاكل اللي موجوده في الناس، مئات المشاكل، الاف المشاكل، مش مئات المشاكل اللي هو الالاف، اقول عشرات الالاف من المشاكل داخل الكنائس في الاسر وفي التدني القيم المسيحية وفي تراجع وفي الأسر المنقسمة وفي الخلافات بين الأسر وفي الخلافات وفي الزوجية الطلاق وفي والشباب اللي الإسلام وفي بيضيع، كل ده قصة، كل دي مشاكل وأمور هي اللي يجب أن ننظر إليها طبعا. ونحاول جاهدين فعلا على إن إحنا زي ما المسيح ساب 99 خروف وراح يدور على الخروف الضال. نفسي قوي إن كنيستنا كلها، وزي ما حضرتك ذكرت برضو علشان بس ما حدش يقول لك أنتوا قناة مش عارف إيه ولا الكلام ده كله، حضرتك ذكرت إنه التطرف في الناحيتين، أكيد. فنأمل أقول لك حاجة، إنه ما أنا يبقاش في بتكلم هذا بموضوع، التطرف، يعني لا من هنا ولا من هنا أرجوكم، يعني ده اللي إحنا بنتمناه. اتفضل أستاذ مجدي. أستاذ مجدي، طيب هو آخر حاجة كان بيقولها بموضوعية، وأعتقد إن هي دي خلاصة الأمر. يعني يا جماعة فعلا خلينا ما نروحش ورا مشاكل يعني وهمية، مش هنعتبرها أكتر من كده، وخلافات ومين بياخد من مين ومين في إيه. واحدة ده هندخل حرب، هل هنلاقي في ساحة حرب هيقف فيها الأرثوذكس والبروتستانت ويحاربوا بعض، فكل فريق يعني بيحاول مثلا إن هو يستقوى بالعدد؟ الموضوع هو إيه؟ الموضوع هو الخروف الضال. كلنا عايزين كل كنايسنا يكون عينيها على الخروف الضال اللي بيبعد عن الكنيسة، الشباب اللي بتضيع، الأسر اللي بتتفكك، والأسر اللي الانفصالات والطلاقات والأمور دي كلها، واللي بيدفع ثمنها شباب، شباب بيطلع برضو نفسيا محطم. هو ده اللي احنا نهتم بيه أرجوكم، يعني عايزين اهتمامنا كلنا يكون في هذا الاتجاه. اعتقد كان مهم ان زي ما عرضنا مشكله قدس ابونا كده، ان احنا قلنا لحضراتكم البيان، قريناه على حضراتكم، رد الاستاذ مجدي، وبتهيألي كده مشاهدينا يعني قدرنا ان احنا نقول نغطي كده الامر برمته، وزي ما كنا وعدنا حضراتكم ان احنا هنتحدث في هذا الامر مره اخرى لما يكون القرار بالنسبه لقداسه البابا بعد الجلوس معاه. واعتقد انه كل ده يعتبر يعني كده
تغطية عادلة ما فيهاش أي حاجة بقى، إحنا مش هنروح ولا نقول أطراف ولا الكلام ده كله، وإنه الأطراف اللي كانت بتحاول إن هي تبعت لنا إيميلات وتتكلم معانا ومش عارف إيه، للأسف إن إحنا هم الأطراف دي اللي إحنا شفناهم اتجهوا للصحف الصفراء اللي بتهاجم قداسة البابا توادروس. يعني الواحد حزن فعلا انه يشوف الاطراف دي اللي كانت بتبعت لنا ومتضايقين ومش عارف ايه، راحوا عرضوا الامور في صحف محسوبه على ضد الكنيسه وضد البابا، وعرضوه بشكل كمان مش موضوعي. ولكن احنا عرضنا الموضوع كده بشكل موضوعي، بأمل جدا جدا يكون هدفنا والخدمه في كل الكنائس هي تكون خدمه نحو انقاذ اي انسان بيبعد عن الحظيره، بيبعد عن المسيح. احنا عندنا يا جماعه يعني حالات، يعني حالات اختفاء فتيات كل يوم والتاني، الفتيات ال 16 سنه و17 سنه دول كلهم، ولسه موضوع سوسنه البنت بتاعت صمالوط لغايه دلوقتي الموضوع، واهلها والشباب اللي هناك بيعملوا وقفات عشان خاطر ان البنت ترجع، وده دور الشرطة برضو اللي هو مهمل للأسف الشديد، ودور الحكومة المصرية اللي مش بتعمله، إن الشرطة بتسكت وتبقى عارفة البنت فين وما تجيبهاش، ودي الكارثة والأزمة. يعني انتوا كشرطة النهاردة مش عارفين، مش قادرين تعرفوا البنات المختفيات دي اللي 16 و17 سنة فين هم، ونفضل بقى كده والناس طبعا تبقى منهارة، وبعدين تسيبوا الدنيا وتسيبوا الدنيا لغاية ما الأسر تفقد الأمل خلاص، وتبص تلاقي مثلا عن 18 سنة نلاقي بقى إيه البنت أعلنت إسلامها في الأزهر، ولا احتفالية بقى، ونلاقي حاجات غريبة جدا. ليه كده؟ ليه بتعملوا ده برضو؟ ليه زرع الفتنة بهذا الشكل يعني؟ فيعني الحاجات دي كلها مهمة قوي إن إحنا يعني حقيقي يعني تتنتهي يعني بجد. فده بالنسبة للأمر ده. أنا عايزة برضو في يعني قبل ما أختم الحلقة، يعني زي ما احنا توقفنا عند بعض الأمور القبطية نكملها مع حضراتكم، لأنه احنا كان عندنا، احنا طبعا الكنيسة هتحتفل بذكرى، برضو بنفكر حضراتكم ذكرى شهدائنا، شهداء مصر في ليبيا، شهداء الإيمان وتمسكهم بالإيمان، الشهداء ال20 اللي كانوا من قرى صمالوط. هيكون إن شاء الله في احتفاليات وأمور كتيرة، وهنكون هنعمل حلقة خاصة أيضا في برنامجنا بالنسبة لهذا الشأن، وهيكون بإذن الله ابتداء من يوم 15 فبراير هي الذكرى لهؤلاء الشهداء. عندنا برضو بالأمس كان 7 فبراير الذكرى الأولى لبولا منصور فوزي، بولا منصور فوزي اللي كانوا ولعوا فيه في المحل اللي كان شغال فيه بأويسنا، وعنده 18 سنة وقتها. طبعا كانت القصة بتاعت الإخوان والدنيا واللي حصل ده كله، وإنه كان بيصرف على العيلة وابنهم الوحيد، ونصلي إن يكون ربنا فعلا زارع السلام في قلب أسرة بولا. في كمان الشاب تم الاعتداء عليه في عزبة النخل، وهذا الشاب بيقول انه الشرطة رفضت تحرير محضر بالواقعة، شقيقه اللي بيقول هذا الكلام. فبالتالي ان زي ما قلت لحضراتكم كده ان احنا الخبر ده، هاني ابو ليلى تعرض هو شقيقه جرجس الاربعاء الماضي من اثناء خروجه من محطه مترو عزبه النخل لمحاوله اعتداء من قبل انصار التوك توك المتواجدين امام محطه المترو، كان معاهم سائق تاكسي، وانه اثناء الاعتداء تدخل شقيقه جرجس للدفاع عنه، ولكنه قال لشقيقه بصوت مرتفع لا تتدخل خوفا عليه، وجميع المتواجدين سمعوا صوته وعرفوا انه ابتي، فقاموا بتفرقهم كل واحد على حده، قاموا بالضرب المبرح على شقيقه جرجس بماسوره وكرباج وسلاح ابيض. وانه المشكله هنا ان احنا عندنا الشرطه فشلت كل المحاولات لتحرير محضر ضد المعتدين، دي برضو كارثه يعني الحقيقه. طيب عندنا الحقيقة برضو خلينا نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية بالنسبة للشرق الأوسط، وهو موضوع ليبيا. الحقيقة معانا دلوقتي ومع حضراتكم الأستاذ أيمن نصري، مدير المنظمة المسكونية الدولية لحقوق الإنسان بجنيف. أستاذ أيمن برحب بحضرتك معانا. مساء الخير دكتورة منى، ازي حضرتك؟ أهلا، وبشكرك على المداخلة وبحيي حضرتك على البرنامج بتاع حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة أستاذ أيمن. احنا عندنا دلوقتي الوضع الإنساني في ليبيا، وعندنا للأسف الشديد لغاية دلوقتي مش قادرين يعني يعني يتم الاستقرار على حكومة الوفاق. فلو اهتمينا بمجال حضرتك ونقول الوضع الإنساني دلوقتي شكله إيه؟ والله اسمحي لي في البدايه بس ان انا طبعا بامانه شديده انا بحاول احمل حلف شمال الاطلسي ما يحدث في ليبيا، وهو انه قرروا ان هم يسقطوا نظام معمر القذافي، وده كان مهم جدا لانه كان نظام استبدادي، ولكن لم تكن هناك رؤيه واضحه لتسليم السلطه
او تسليم السلطه للقوى السياسيه صحيح. الموجوده، وده ادى الى حدوث فراغ سياسي وامن كبير جدا، وده اللي احنا ليبيا بتعاني منه دلوقتي. وللاسف الشديد عندما قرر حلف شمال الاطلسي ان هو يوجه الضربه العسكريه لليبيا لم يستشير دول الجوار، دول مصر، دوله زي مصر احنا عندنا حوالي 1000 كيلو متر حدود او اكثر من 1000 كيلو متر حدود مع ليبيا، فكانت الضربه فرديه. ليذهب السيد ديفيد كاميرون الى مجلس الامم يقول لهم لقد اسقطنا نظام الفاشي في ليبيا. وما بعد ذلك احنا دلوقتي عندنا كل يوم بيعدي في فراغ امني كبير جدا، في نمو كبير جدا للجماعات الارهابيه النصره وداعش والى اخره. وعندنا كمان معلومات ان في اعاده تمركز من قوات داعش في سوريا وفي العراق، لان دي في ضغط راحوا ليبيا. الى ليبيا. ليبيا صحيح، ده اللي حصل. ليبيا ليبيا بيئه، ليبيا بيئه خصبه جدا للارهاب، اراضي صحراويه كبيره، في بترول هم بداوا يسيطروا عليه. الاخطر من كده ان في بعض الدول الاجنبيه بتاخد، بتقول احنا بنكافح الارهاب وبتاخد منهم بترول. للاسف الشديد هذا الوضع الانساني الكارثي. ما يحدث من دلوقتي محاولات الامم المتحده ان الفرقاء الليبيين ان هم يقعدوا يتكلموا بعض، هذا يعني خليني اقول لحضرتك ده هراء سياسي. يعني ايه في فرقاء ليبيين؟ يعني ايه مش عايزين يقعدوا، مش عارفين يقعدوا يتكلموا؟ يعني احنا لسه هنقعدهم يتكلموا مع بعض عشان نوصل في الاخر ان هم يبقوا ايد واحده عشان بعد كده نبدا نكافح الارهاب. انا بقول لحضرتك ما شفنا حضرتك الهجوم على برناردينو ليون، ودي دلوقتي في مبعوث اممي تاني ما حدش قادر ينجح معاهم للاسف الشديد في انهم حضرتك للاسف الشديد. وفي اقفال النهارده بقت جرب الملف الليبي، ما حدش عايز يتكلم عليه. حتى الاعلام الغربي لا ما حدش يعني بيسلط الضوء على، ما حدش عايز يدخل في القصه دي دلوقتي بعد ما اسقطوا النظام وبعد ما ليبيا تحولت بهذا الشكل. احنا بنتكلم، لو بدانا النهارده احنا بنتكلم في سنين المكافحه الارهاب، مش سنه ولا اثنين. انا وجهه نظري الحقيقه انه يجب ان تتحرك مصر. اعتقد ان الاداره السياسيه في مصر دلوقتي بتشتغل على الجانب المعلوماتي والاستخباراتي ان هم يحاولوا يجمعوا اكبر مع كم من المعلومات عن هؤلاء الجماعات، تمركزاتهم، تسليحهم بشكل ايه، على اساس ان لو في المستقبل ضربه ولازم تكون موجوده. الوضع في ليبيا لن ينصلح الا بضربه عسكريه وهجوم بري ويكون تحالف دولي. بس اللي احنا شايفينه يا استاذ ايمن، الحقيقه الواحد يعني حاسس كده انه هنسيب الوضع برضو زي ما تساب في العراق وفي سوريا، وفين بقى لما بتكون اللي اسمها بعد خراب مالطا؟ يعني لو انا يعني لو دكتورة منى الوضع في ليبيا سيكون أسوأ كثيرا من سوريا والعراق. ليبيا هتكون في منتهى الخطوره، وعلى فكره مش على دول الجوار ودول المنطقه فقط، الدول الاوروبيه سوف تندر. اللي يفتكر ان اوروبا مش هتشوف، وشفنا اللي حصل صحيح في ستاد دو فرانس، وشفنا اللي حصل في نوفمبر الماضي في فرنسا. نعم. هذا الوضع سوف يتكرر، وفي ظل ضعف امني واستخباراتي القوى الامن في الاتحاد الاوروبي ضعيفه جدا. هم مش بعيد عن الكلام ده. انا وجهه نظري ان يجب ان يكون هناك تحالف وان تنضم امريكا لهذا التحالف. وانا اعتقد ان نتيجه للمشاكل السياسيه اللي بتحصل دلوقتي مع ان هم عاجبهم الوضع اللي في ليبيا بهذا الشكل، وهيضغطوا بهذا الشكل ان هم لن ينضموا. ولكن لو اذا روسيا ابدت في هذا الوقت ان هي تنضم لهذا التحالف، اعتقد ان هو يكون له قيمه. لكن مصر لوحدها هيبقى فيه صعوبه كبيرة جدا. أنا الحقيقة بلوم على السياسيين الليبيين والفرقاء الليبيين صحيح مع هذا الخلاف. إذا كنت أنتم يهمكم الشعب الليبي ويهمكم أن أنتم يرجع الأمن مرة ثانية لليبيا، يجب أن تتفقوا حالا صحيح. وفي قبل يعني فوات الأوان المفاوضات اللي بتحصل في المغرب والمفاوضات اللي بتحصل في جنيف. احنا بصراحة شيء عجيب جدا يا دكتورة منى ان هم بيقعدوا بالايام وفي الاخر خالص بيخرجوا يقول لك احنا لم نتوصل لاتفاق. واعاده التمركز للارهاب وقوى الارهاب وداعش والنصره هي قنبله موقوته سوف تنفجر في وجه الجميع. يعني لغايه دلوقتي كل الامور حتى اللي كنا عندنا امل فيها بانهم بيتحدثوا عن تلويحات بتدخل عسكري، ولكن اتضح ان هي يعني تم نفي ان هيكون في اي تدخل، وان لسه بيدرسوا زي ما حضرتك بتقول. هنظل ندرس وندرس حتى يعني ياتي الامر يعني على ليبيا وعلى المحيطين، على كل الدول الجوار وعلى اوروبا نفسها. وفي النهايه من يدفع الثمن هو المواطن الغلبان زي ما احنا شفنا الاحداث دي. عشان نوصل في الاخر يا دكتوره منى، عشان نوصل في الاخر خالص نقول ده تو ليت وخلاص، واحنا مش هنقدر ان احنا نتصرف والموضوع خارج عن السيطره. ويدفع الثمن دوله زي مصر، دوله زي الجزائر، دوله زي تونس، لان هم دول اللي في قلب الاحداث دلوقتي. هم اللي بينضروا بشكل كبير جدا، وهذه
تخيل حضرتك 1000 كيلو متر، احنا بنتكلم على 1000 كيلو متر، ازاي تأمني حاجه زي كده بدون ان يكون هناك ضرب عسكري؟ السعوديه الحقيقه عملت شيء مهم جدا في احنا عندنا مثل قريب جدا، ان عندما حاول حسين ان هم يقربوا في اليمن ويدخلوا ويهددوا حدود السعوديه، كان لازم يتحركوا وبدأ ان هم ايوه. بس حضرتك ده كان علشان برضو الحرب هنا بتعتبر حرب مع ايران بالوكاله، معلش يعني، واتقلبت الموضوع بالضبط. وسنه وشيعه. لكن ليبيا وداعش زي ما احنا شايفين برضو داعش في دلوقتي، يعني اشمعنا مثلا دلوقتي اللي لقينا السعوديه والامارات بتقول ان هي عايزه تعمل تدخل بري في سوريا ضد داعش، بعد ما اساسا في تقدم للقوات السوريه ضد الارهابيين عموما؟ فحضرتك من الواضح ان من يحرك الدول العربية على رأسهم السعودية أمور أخرى، وإلا كانوا اتحركوا نحو داعش ليبيا طبعا. يعني، وإلا كانوا اتحركوا، يعني كان أولى أن نروح. احنا بنعاني من مشكلة، بالضبط احنا بنعاني من مشكلة تانية في المنطقة، واحنا يعني حذرنا من هذا الكلام. هناك في مشكلة الحرب السنية الشيعية الحقيقة، ودي مشكلة كبيرة جدا. حتى الإدارة السياسية في مصر بتقع يعني موقف محرج جدا النهاردة، كيف تتعاملي مع هذا الملف، الملف السوري الحقيقة في منتهى صعوبة، معقد جدا. وفي هذا الوقت هذا قرار سياسي أن تتدخل الإمارات وأن تقرر السعودية أن هناك يكون في تدخل بري. والحقيقة طبعا زي ما حضرتك شايفة أن الموضوع معقد جدا في سوريا كمان، لأنه يجب أن تنحي الدول الكبرى مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة. روسيا لها مصالح تحميها على اساس ان سوريا اكبر حليف لها، والولايات المتحده الامريكيه بتحاول ان هي برضو ان تحمي مصالحها. يجب اذا كنا فعلا نريد ان ننقذ الشعب السوري اللي الحقيقه قتل وذبح منه كثيرا، ولغايه اللحظه دي اذا كنا الشعب السوري تشرد في كل دول العالم، هذا غير مقبول. من يدفع الثمن على المستوى الانساني هو الشعب مش السوري. مش بس تشردوا، بيموتوا كل يوم عند الحدود والغرق وكل الامور دي. انا بشكرك شكرا طبعا جزيلا ده كان الحقيقه يا استاذ ايمن لوجود حضرتك معانا. عفوا ان الوقت دهمنا، ولكن يعني نامل زي ما حضرتك ذكرت انه الكل ينظر للمأساة الانسانيه، وان يكون في توافق عشان ننقذ كل الناس اللي بتدفع هذا الثمن. استاذ ايمن نصري، مدير المنظمه نتمنى المسكونيه الدوليه لحقوق دكتورة منى، الانسان بشكر بجنيف. جدا، بشكرك شكرا ونتمنى جزيلا. يكون في امين حلول سريعه وجذريه في القريب العاجل باذن طبعا. الله. بشكرك شكرا جزيلا. عندنا مشاهدينا بسرعه، برضو عندنا اختفاء ربة منزل قبطيه في ظروف غامضه، وعندها 25 سنه من قريه ادمو التابعه لمركز المنيا، ومتزوجه منذ عده سنوات. يعني هي بيقولوا ان هي كانت بتتردد كل فتره على احد الاطباء، وفي يوم الاختفاء كان مقرر ليها السفر كعادتها لزوجها الا انها لم تصل. وايضا من قريه ادمو التابعه لمركز للمنيا. زي ما قلت لحضراتكم ان اهالي سوسنة ما زالوا كل يوم بيعملوا وقفات، ووقفوا عند مركز قرية بني حسن مركز صمالوط، ونظموا وقفة امام ديوان عام المحافظة للمطالبة بانه الامن يتحرك ويعيد سوسنة رضا ثابت اللي هي لأهلها. زي ما قلنا لحضراتكم الاجتماعات اللي كانت قائمة بالنسبة كانت اجتماعات اللجنة العالمية للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية، وكل دي الاجتماعات كانت موفقة. عندنا كمان البابا توادروس يترأس احتفالية القوم الصليب سوريال، رائد التكريس الكنسي عفوا. وعندنا بعض الامور الاخرى، لكن انا برضو عايزاكم تصلوا من اجل الزلزال اللي حاصل، ومن اجل الفيروس، ومن اجل الحاجات الكتيره اللي احنا بنشوفها بتحصل في يعني في العالم ككل، انه اوبئه وزلازل وامور كتيره جدا، وناس بتموت كل يوم بالنسبه للاجئين والمشاكل دي كلها. ففي النهايه مشاكل كلها انسانيه، محتاجين فعلا كلنا نصلي من اجل سلام كل هؤلاء اللي بيتعرضوا، يعني ما لهمش ذنب في كل اللي بيحصل. بشكركم مشاهدينا ومتابعتنا، وان شاء الله نلتقي بكم على خير، وان شاء الله يوم الاربعاء وحلقه جديده وما وراء الاحداث. الى اللقاء.